تمضي بنا القوافل مهما يطول الليل بهدينا نواصل أهم دعاة الخير كالنور كالمشاعل في الله دربنا في الله خطونا في الله دربنا في الله خطونا العزم والإقدام والحق دأبنا العزم والإقدام والحق دأبنا دعوتنا الحياة والدين شرعنا على طريق النور تمضي بنا القوافل مهما يطول الليل بهدينا نواصل أهم دعاة الخير كالنور كالمشاعل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام مشاهدي شبكة المجد الفضائية على قناتي ماسة وقناة المجد العامة مرحبا بكم وأهلا وسهلا في مطلع هذا اللقاء وهذه الحلقة الخاصة التي نبثها لكم عبر شاشات شبكة المجد الفضائية لبدء حملة جديدة من الحملات التابعة لدعم وقف النور التابع لمكتب الإبداع مكتب الدعوة بالروضة بحول الله تعالى في الساعتين القادمة سنكون برفقتكم لعرض منجزات هذا المكتب وللبدء سوياً مشاهدي الكرام للمشاركة في دعم إكمال هذا الوقف المبارك يشاركني في تقديم هذه الحلقة مجموعة من مقدمي شبكة المجد باسمكم جميعاً أرحب بهم أبدأ بالجميل الأستاذ سامي الجار الله حياك الله يا أبو عمر يا مرحب هلا والله الشيخ عبد الله كيف حالك يا أبو عمر الله يحييك يا هلا وسهلا والله إن شاء الله بخير وبإذن الله ليلة سعيدة يعني تضم أو تضم مع الليالي السابقة لهالوقف الجميل أبو عمر أنتم ما شاء الله في الحملة السابقة جمعتم مبلغ جميل وإحنا بإذن الله تعالى بعد شوي حنعلن المبلغ اللي وصل له وقف النور كامل بإذن الله هذه الميزة أن الواحد لعلها إن شاء الله درجات في الدنيا لكن إن شاء الله أنها تصعد في درجات في الآخرة بإذن الله يا رب الله يسعدك يا أبو عمر ونرحب بالحبيب مقدم شبكة المجد المبدع اللي جاي من جدة جاي بسيارة ولا طيارة إبراهيم لا جاي من جنيق الله يحييك الله يحييك إبراهيم النقيب يا مرحبا الله يسعدك الله يرضى عليك من جنيق أقول أسرع درجة أولى الشيخ يضحك الله بإذن الله تعالى سعيد جدا الله يرضى عليكم وتواجد الدعاء الموجودين ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأنا متفائل جداً والله في هذه الحلقة احنا سمعنا صوتك الجميل بداية الشارة ودنا نسمع منك كذا كم نشيد بحول الله تعالى تنشطنا فيها يا أبو سارة عيوني إن شاء الله أو أبو بديع بإذن الله مع أبو سارة نعم وحبيبنا مقدمنا اللي حيشاركنا كمان في هالحلقة المبدع محمد عباس يا مرحبا أهلا وسهلا الله يسعدك وأنا سعيد صراحة بهذا اللقاء الجميل ونسأل الله عز وجل أن يجعل في ميزان حسناتنا جميعاً الحملات الماضية الحمد لله كانت مثمرة جداً وناجحة يعني مو 100% يمكن نقول 500% ما شاء الله والحمد لله يعني هذه الحلقة إن شاء الله تكون مواصلة لنجاحات سابقة وإحنا أنا متفائل إنه الحملة دي حتغطي على كل الحملات السابقة وبشرك بعدها ما حنحتاج ذاته لحملة بإذن الله إن شاء الله بحول الله تعالى طبعا مشاهدي الكرام الحملة اللي حنبدأها فيها الحلقة هي حملة ستمتد لمدة 3 أيام من اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس إلى الجمعة في نفس هذا التوقيت 9:30 بحول الله تعالى وهدفنا فيها 1,000,000 ريال لدعم ما تبقى من مبلغ وقف النور التابع لمكتب الدعوة بالروضة ولكن تفاؤلنا وكما ذكر الشباب بحول الله تعالى أننا نتجاوز الهدف في هالحلقة طبعا بعد ما شفتوا اللي حيشاركونا إن شاء الله من مقدمي الشبكة سيشاركنا حقيقة ثلة من الدعاة ومن مشايخ الذين سنتعرف على جهودهم يعني التي قاموا بها وما هي إلا محفز لنا حتى نخدم هذا الدين ولا يتوقف الدعم على دعم وقف فقط
بل نستمر نحن في خدمة الدين. في البداية سيكون معنا في هذه الحلقة بحول الله تعالى ضيفنا فضيلة الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر، رئيس مجلس إدارة مركز واقف ورئيس مجلس مكتب الدعوة بحي الصحافة. حياك الله شيخنا، يا مرحبا. حياك الله شيخ عبد الله، وأسأل الله تعالى ينفع بكم ويجعل جهودكم مباركة، وأسأل الله تعالى أن تكون سبباً رفع درجات الجميع في جنات عدن. اللهم آمين. الله يحفظنا وإياك يا أخي ويحسن إليك. إحنا قلنا هالحلقة إن شاء الله بوجود الشباب، وأنها تكون إن شاء الله حلقة شبابية كذا خفيفة وجميلة يا شيخنا. لا بإذن الله تعالى، أقول مع هذا الجو الجميل والمكان الجميل بإذن الله تعالى نتفائل بأن يغطى الوقف الخاص بوقف النور في مكتب الدعوة بالروضة، وأسأل الله تعالى أن نكون جميعاً من المتعاونين على البر والتقوى. بإذن الله. الشيخ سامي، ودنا ترحب بالمشايخ. ببدا باول واحد عنك شيخ سامي. ايوه، برحب بالداعيه الشيخ محمد فرقان، داعيه من الهند. حياك الله شيخنا. الله، اهلا وسهلا، مرحبا. الله يحييك. الله يبارك فيك. كيف الحال؟ نحمد الله ونشكره. طيبون. تتكلم اللغه الهنديه والعربيه؟ ان شاء الله وجود لغتين. والانجليزيه؟ انجليزيه بسيطه عندي، يعني بسيطه. الاردنيه والهنديه والعربيه، ما ثلاث لغات ما شاء الله. ثلاث لغات وحيه وجود. نوه يا عبد الله، نوه انه ان شاء الله اللقاء باللغات غير العربية أنا اللي تتواصل. ما شاء الله عليك يا محمد. طبعا هو الداعية محمد فرقان، ما شاء الله يعني من المبشرات. هو أسلم على يدي حتى الآن 500 واحد ما شاء الله، وهذا شيء طيب الحقيقة أن الإنسان يصطفى لدعوة الناس وتوجيههم للخير. أيضا دعونا نرحب بضيفنا والداعية محمد بايزيد، الداعية البنغالي. حياك الله شيخ. الله يحييك شيخ، جزاك الله خير. كيف الصحة؟ بارك الله فيك، الحمد لله. طبعا شعب البنغال يعني شعب مسلم، وأسلم على يديك كم؟ عشرة ما شاء الله تبارك. لكن يا شيخ، إذا قلنا يعني القبوريون والمزاريون وأهل الشرك والبدع الذين صحوا عقائدهم يمكن تزاوز 10,000. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. بس الاسم بايزيد. أيوة. ما شاء يعني أول أنا لما سمعت الاسم قلت يعني. مخرج. اسم بايزيد. اليمن. من اليمن. ماشي، من اليمن كأنه. أزدادنا القدامى سافروا. ما شاء الله. هذه بركة الدعوة يا شيخ. صحيح. الدعاة والتجار الحضارة من الذين ذهبوا إلى جنوب شرق آسيا نشروا الإسلام. ما شاء الله. الحمد لله. أيضا تاخذ اللي بعده. لا ابدا، تفضل يا شيخ. انت قلت لي اعطنا الدعاة، فاذا تبي طيب يعني في بالك شيء ترى الموضوع. لا والله قلت ابغى اساعدك بس يا سعد. يمكن تكون نسيت الاسماء يا ابو عمر. اي بس لا يبقى بخاطرك شيء لو بدك. خلاص طيب. ال صدام سعيد ايضا الداعيه الفلبيني. حياك الله يا شيخ. حياكم الله شيخ. يا مرحبا. جزاكم الله خيرا. الله يحييك. اسلم على يديك كم؟ تقريبا 1000. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. جئت الى مكتب الدعوه بالروضه منذ 5 سنوات. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تفضل يا شيخ عبد الله حبيب. خاطرك شيء. لا لا لك انت. الله يحفظك. ارحب بالشيخ شفر الدين الداعي الاندونيسي. حياكم الله. يا شيخ واضح انك من زمان في السعوديه. تقريبا يعني من 1427. ما شاء الله. 11 وزين. في الرياض. يعني انت اكثر مني في الرياض موجود ما شاء الله عليك. الله يحفظك. الله يسلمك. كم ما شاء الله اسلم على يديك يا شيخ؟ طبعا نحن من دوله مسلمه. فالاغلب اللي من جاءوا في المملكه مسلمين فالحمد لله. لكن يعني دوركم يكون توجيهي. توجيه يعني دعوتهم الى التوحيد والى تصحيح نراقب على السنه ومحاربه البدعه الذي يعني انتشر عندنا وفي معتقد الاغلبيه شعب الإندونيسيين. ما شاء الله. الشيخ محمد عباس، عرفنا بالداعية الكبير اللي بجانبك، بس انا متاكد انك نسيت اسمه. حياك الله الشيخ عبد العلي مدريس. الشيخ الداعية الشيخ عبد العلي مدريس. عبد العلي مدريس من اريتريا. حياك الله الشيخ. الله يحييك يا شيخ. حياك الله. ما شاء الله 5 لغات. ما شاء الله. دي المعلومات دي عندي. عندك ما شاء الله تبارك الله عنده اكثر من لغه. كم لغه؟ 5 لغات ما شاء الله. وش هي اللغات يا محمد؟ تفضل يا شيخ. طبعا اللغه الام هي لغه التقرينيه الاريتريا وهي اللغه الرسميه في الدوله الاريتريا، والا يوجد عدد من اللغات في اريتريا يعني. ما شاء الله. كذلك العربية كلغة ثانية، ثم الإنجليزية والسويدية والأمهرية كذلك. ما شاء الله تبارك. السويدية ما يتكلم السويد، لا يتكلمون الإنجليزية، لهم لغة خاصة. لهم لغة خاصة السويدية.
ما شاء الله. يعني معليش كذا خطمه، شلون يقولون كيف الحال في السويد؟ بورماردو. ها؟ بورماردو. بورماردو. ايه. بورماردو ايش بورماردو؟ بورماردو. بورماردو. فهذه اللغه يعني انا اكتسبتها بكوني كنت عايش في السويد يعني. ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله. يعني ما شاء الله تبارك الله، الشيخ سخر كل المواهب وكل طاقاته بس الدعوه الى الله، في ناس بيتكلموا لغات ترى. ترى كثيرين بيتكلموا لغات وبيقدروا يتعاملوا مع ناس ويروحوا يجوا، لكن ما عندهم الهم سبحان الله بتاع انه يدعو الناس الى الاسلام، انهم يكونوا سبب في انقاذ البشر من من بتغيير دينهم من من الكفر او صح. في ناس لا دينيين الى الاسلام سبحان الله. ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بالخمسه لغات هو لو من كل بكل لغه جاب واحد خلاص افضل له من الدنيا كلها. ومن اكبر المفاتيح اللغه، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه يبين لهم. الله يحفظكم. طيب احنا بس عندنا اشارات سريعه يا شبابنا، يعني قبل ان نبدا بمحاور اللي ودنا نتكلم فيها شيخنا بحول الله تعالى، يعني لن نستغني عن مشاركاتكم ودعمكم في هذه الحملة. بداية دشلنا في الحساب على موقع تويتر هاشتاغ بعنوان علامة الهاشتاغ ثم دعمك أندرسكور لوقف أندرسكور النور، دعمك لوقف النور. نود أن يعني نشاهد مشاركاتكم عبر هذا الهاشتاغ بالجهود التي رأيتموها في مكتب الدعوة بالروضة أو ما تودون أن تشاركون فيه هؤلاء الدعاة وضيوفنا في هذه الحلقة. هذه الحملة كما ذكرت سنبدأ فيها اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام، يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة الساعة 9:30 ستنتهي، وسيكون هدفنا فيها بحول الله تعالى 1,000,000 ريال، ونحن أملنا بالله عز وجل كبير أن يوفقنا الله لأن نتجاوز هذا العدد حتى نكمل ما تبقى من مبلغ الوقف. و نبشركم بأنه حتى هذا اليوم، حتى هذا اليوم تحقق من مبلغ الوقف الهدف المرصود اللي هو 10 ملايين، تحقق منه بحول الله بفضل الله تعالى 5,370,000 ريال. ما شاء الله. 5,370,000 ريال، وبقي 4,630,000 بحول الله تعالى سنستطيع بحول الله بفضل الله تعالى وتوفيقه ومنته ثم بدعمكم وبدعم شركائنا أن نكمل هذا الوقف. بداية شيخنا ودنا نبدأ معك الله يحفظك، يعني هذه الجهود التي نراها فقط بمجرد سؤالنا لهؤلاء الدعاء كم أسلم على يديك وكم لغة تجيد، هذا يشعرنا بنوع وبفخر أنهم يعملون لأجل مهمة عظيمة وهي الدعوة إلى الله عز وجل. لو تسلط لنا الضوء يعني بداية على أهمية هذه الدعوة حتى يستشعر بها كل إنسان، وأنه كل إنسان فينا ليس مجرد ليس من الضرورة أن يكون يعني داعية ويتعلم الكثير من الأمور، يستطيع أن يكون داعية بما يملك من علم يسير. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية أشكر هذه القناة المباركة قناة المجد على جهودها العظيمة في نشر الخير وبذله، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يبارك في جهود الجميع على رأسهم رئيس مجلس الإدارة وأقل من يعمل في هذه القناة، أقول هنيئا لكم بهذا الخير الذي أتاكم الله عز وجل به. ثم حقيقة أبشر كل من يرى ويشاهد هذه الحلقة هذه الليلة أن أقول يتأمل ما نحن فيه من نعمة عظيمة. فالدين الإسلامي ليس هو دين لغة معينة ولا بلد معين، فكما سمعنا من إخواني قبل قليل وتلقينا منهم أقول البلاد التي أتوا منها ودعوا إلى الله عز وجل بها وما يتكلمون باللغة، فإن هذا الدين ليس دينا أقول فقط لجنس معين من الناس، بل إنما كما قال الله عز وجل في حال نبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس هناك منطقة ولا بلدا ولا قطرا في هذه الأرض، بل هذا أقول يجعلنا نهتم كثيرا بأن مما تميزت به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره أن الدعوة عالمية. وبالمناسبة أقول هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى يبارك فيه يذكرنا حقيقة بما آتانا الله عز وجل من حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
كفى للدعاة شرفا أن الله تعالى يبين في كتابه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن ليس أقول بعد هذا البيان الرباني ليس بعده بيان وليس بعده إعجاز، كفى لنا جميعا أن نتشرف بأن نكون دعاة لله عز وجل. ثم الأمر الثاني ليس بالأمر الهين بأن تكون داعية، بل لديك أقول أمور يسعى كل مسلم أن يعنى بها، وهو أن الله عز وجل ذكر في سورة يوسف عليه السلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك يدلنا يا إخواني الأفاضل والإخوة المشاهدين والمشاهدات على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا حقيقة روح هذه الدعوة حتى يحسن بكل مسلم ومسلمة على وجه هذه الأرض أن يبادروا إلى هذا الخير. كفى لنا حقيقة شرفا أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين الدال على الخير كفاعله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجرهم شيئا. فهنيئا للدعاة إلى الله عز وجل بكل أجناسهم وبكل أحوالهم. وإذا تأملنا إخواني الأفاضل ما نحن فيه من نعم وما فيه من تنوع وسائل وأساليب لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أتيح لنا في هذا الزمن وفي هذا العصر جميع الإمكانيات بوسائل تواصل بأساليب أقول بصرية وسمعية. فأنت تدعو الله تعالى بكتابك وتدعو الله عز وجل بلسانك أي بلغتك، كذلك تدعو إلى الله عز وجل بصورة كما لا يخفى على الجميع حقيقة حاجتنا إلى أن نسخر، بل قبل ذلك نحصر ما هي الوسائل والأساليب التي ينبغي أن نصل فيها لكل مسلم. فالصورة لها أثر ولها دور، والكلمة لها أثر، وحسن البيان له أثر. ولذلك حري بنا حقيقة أن نكثر من هذا الخير، فعلى قدر جهدك أيها المسلم وأيها الداعي لله عز وجل تكون حسناتك ودرجاتك عند ربك عز وجل. فيكفي لنا دروسا عظيمة أن من أكثر الأمم دخولا لهذا الدين وأتباعا هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا بنفسي أقول ما سمعت من إخوان الفضلاء ممن أتوا من بلاد بعيدة وكان لديهم هذا الشرف وهذه المنزلة العظيمة أن أسلم على ديهم هذا العدد الكبير أقول هنيئا لكم. وأن يقف هذا العدد 500 أو 1000 أو 10,000، بل سيتلقى هذا الدين منهم أبناء وبنات وذريات، وإن نزلوا قد يستمر أجرك أخي الفاضل إلى قيام الساعة. تأمل أخي الفاضل ما كان عليه نبينا وأقول إمام الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم عليه السلام. تأمل يا إخواني ما قال الله تعالى له في الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فكل من وصل إلى بيت الله الحرام لإبراهيم عليه السلام شيئا من الأجر، لأنه كل من أتى بعده كما لا يخفى عليكم أتى بهذا الأجر العظيم. ويكفي لنا ما قال به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيا إخواني ويا أخواتي المستمعين والمشاهدين أقول يكن لنا كثرة أتباع، فماذا تريد؟ يكفي لنا قدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أنبياء الله عز وجل عليهم السلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه من العشرة المبشرين بالجنة عليهم رضوان الله تعالى، أسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عن هؤلاء العشرة 6 منهم، فكان سببا في هذا. فيا أخي المسلم ماذا تريد أن يكون غدا ميزانك عند الله عز وجل؟ أي تريد أن يكون ممن يتبعك 1000 أو مليون أو غير ذلك؟ فوسائل الدعوة إلى الله عز وجل ليست محصورة بكلمة، بل قد تكون مساهما بدعوتك بلسانك بلغتك أقول بقدراتك بخبراتك، وآخر يشارك هؤلاء ماذا بماله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا داعيا لنا ومذكرا لنا يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت.
فإنني أدعو الجميع وحري بنا أننا أقول نبادر، فإن الوقت عزيز وأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة بين 60 و70، فحري بنا أن نبادر وأن نقدم. والوسائل كذلك يا شيخنا، يعني اعذرني على المقاطعة، يعني الوسائل كذلك متعددة الآن في ظل يعني مواقع التواصل الاجتماعي وما وصلت إليه التقنية من 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 تطور. نعم، ويعني الشيخ أبو عمر والشباب أيضا محمد وإبراهيم يعني يعرفون أنه مدى تأثير هذه المواقع التواصل الاجتماعي، يستطيع احنا من خلالها أن ينشر الدعوة إلى الله. وعلى هالطاري احنا ودنا يعني نبدأ يا شيخنا ب يعني بعض من تفاعل معنا في الهاشتاج في بداية الحلقة. نعم، هذا سيكون سفيرنا في الهاشتاج بإذن الله في الحلقة. عشان النت عندي فل يا شيخ. نعم، وهذا إن شاء الله تعالى لعلك أقوى منا إيمانا وأقل قدرة في هذا. نعم، استاهل يا شيخ إبراهيم. الله يسعد قلبك يا شيخ. هنا منبر شبكة المجد يقول الوقف أجر بلا انقطاع، فكن شريكا في هذا الوقف. هلتالة طبعا بالانجليزي مكتوب، عشان لا تقول عباس عندك لغات لوحدك. ايوه مكتوب اسم بالانجليزي هنا. ايش مكتوب؟ ايه واحسن كما احسن الله. بس التغريده بالانجليزي. لا 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 لا، واحسن كما احسن الله اليك. الوقت احسان بالمال والقول والعمل. الله بالمال والقول والعمل، والله تغريده جميله. جميل والله. هنا يقول رزان خواجي تقول والله لو نظرنا فيما تذهب اموالنا لتحسرنا، قيمه سهم هي حقيبه رخيصة تعتبر. يعني من الشرائيات والأغراض. إيه نعم، بالأغراض. والتغريدات جدا كثيرة، وبعضهم هنا يقول كونوا في الموعد وبادروا في الصدقات جزاكم الله خير. أنا أقول من هذا المنبر الجميل اجتمعت عندنا الوسيلتين، وسيلة الشاشة اللي تابعونا، وسيلة التويتر ووسائل التواصل. لو الآن بادرنا بالعمل، لا نقول بس نسمع او نرتوت ونسوي ونشتغل على تصاميم جزاكم الله خير، الشغل مرتب وشفنا الجهود من بدايه الحمله. لكن انا اقول لو بادرنا الان في هذه اللحظه، الان ارفع جوالك، واتوقع انه اكثر من 1000 قاعد يتابعنا، 1000 مشاهد، لو كل واحد الان قدم 100 ريال، هذه كم؟ 100,000. 100,000 ريال. الله اكبر. في هذه اللحظه لو هم 1000. نعم، احنا مشاهدينا اكثر من 1000 طبعا، بس انا اقول لك يعني لو بس هذه على الاقل تقريبا. ايوه، ف 1000 ريال، عفوا 1000 مشاهد في 100 ريال، هذه 100,000 ريال. ما راح تاخذ مننا شيء، لا نعتمد على الاخرين نقول فلان ممكن يتصدق، احنا نجتهد ما عندنا. انا متاكد ان الان في حسابك مستحيل ما يكون في 10 ريال، مستحيل. حتى ابو سارق لو قدر احد من المشاهدين، لو قدر الان ما يملك الان في جيبه ولا ريال واحد، لكن لديه لسان يستطيع يوصل الفكرة لموسر، يعرف أحد من أقاربه يقتدر وعنده قدرة مالية وكذا، يوصل الأمر بطريقته، يعني أن هذا الوقف ساهمه يا أخي. والله يا أخوان دفع البلاء مو بسهل، أن يدفع البلاء حتى عن الأمة بحسن النية وحسن العمل أحيانا والبذل، ربما يدفع عن كل الأمة الشرور اللي قد تلاقيها. يعني أنا ودي معلش أستثمر الوقت وأسأل الشيخ سليمان معلش السؤال. الآن ربما الصورة الذهنية السابقة عن كثير أو بعض الأوقاف أنها محصورة في جزء معين، في مسجد، في مصحف أو مصاحف أو كتب أو كذا، يعني ودي من هالمنطلق إلى أي مدى تصل ربما الأوقاف. الله يحفظك. أحسن الله عليك. بل قبل ذلك أعلق ما ذكر أخي أبو عمر، أنا أذكر حقيقة بأقل ما نعمل حقيقة، فإن هم عمل صالح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث قال ومن هم ماذا؟ هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة كاملة. أنت هميت فقط، أردت لكنك لم تعمل، ومع ذلك تؤجر، فما بالك أخي الفاضل إذا عمل. أخي إبراهيم وفقه الله تعالى ذكرنا بعض التغريدات بماذا؟ بما أبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن الإنسان حينما يتعامل لا يتعامل مع فرد، يتعامل مع الله عز وجل، والله تعالى غنيا عنا. قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم ليس لربنا، ربنا غني كريم. قال الله تعالى مخاطبا لنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله تعالى قال في كتابه ومن عمل صالحا فلنفسه. وأنا أذكر ما ذكر به الإخوة قبل قليل، الله تعالى ينادينا ويكون أجره مضاعف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث، بل ذكر الله تعالى في آيات الإنفاق أنها تصل إلى 700 ضعف. فلا نبخل على أنفسنا يا إخواني، بل نتذكر أن الواحد حينما يحمل على هذا النعش
ليوضع ويودع في قبره. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فما هناك إلا دقائق، فيعود المال ويعود الأهل ويبقى العمل. والله تعالى يقول في كتابه: من عمل، قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا يرى. فأنا أدعو نفسي وإياكم وأذكر بما ذكر به أخي أبو عمر وفقه الله تعالى، أن الأوقاف حقيقة لا نقول هي لأصحاب الملايين. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. المنفعة، ماذا أريد بالأصل؟ الأصل تحبيس الأصل المراد به العين. فأنا قد يكون عندي مثلا مبلغا من المال، فبإمكاني أن أشارك الأوقاف القائمة لهذا المكتب وغيره. فإن الدعوة عالمية في هذا الحال. أنا حينما أتأمل واقع الأوقاف، ليست كل الأوقاف بأنك توقف لوحدك، بل قد توقف أخي الفاضل لوحدك وتشارك الآخرين بما يسمى بالوقف المشترك. أنا أدعو نفسي وإياكم إخواني وأخواتي الفاضلات إلى أن نحرص كل الحرص على أننا نبادر نسابق. فالله تعالى وعدنا جنة، ليست بل جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله في آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر أول وصف: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكلامي أن الوقف ليس فقط هو عبارة عن مزارع أو مصانع، بل أقول بإمكانك أخي الفاضل أن تساهم بشيء. مكاتب الدعوة إلى الله عز وجل، ومن هذا المكتب المبارك، لديهم حقيقة إخواني الأفاضل من المشاريع العظيمة التي تسهم في هذا. فإذا شاركت في إقامة وقف، فمن هذا الوقف يخرج احتياجات المكتب، منها مطبوعات، ولا تدري أخي الفاضل بأي الجنة تدخل، فقد يكون بمطوية طبعت بهللات، لكن يكون سببها ماذا يا إخواني؟ دخول فئات، فئات للإسلام، فئات للإسلام حقيقة في قرى وهجر. أذكر من المواقف العظيمة حقيقة التي رأيتها في المسجد الحرام، ممن حقيقة كانوا لهم دور في دعوة أقاربهم في قراهم وهجرهم على مستوى العالم. لما أخذوا هذه المطويات كان لها أثر عظيم في تصحيح عقائد قرى وهجر، راجعت إلى التوحيد لما كانت من قبل إلى الشرك، لما كانت من قبل في حال الظلمات. هداهم الله عز وجل إلى المعرفة العقيدة الصحيحة في هذا. فأقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما يبقى للمسلم من حسناته بعد مماته، وركز معي أخي المستمع وأختي المستمعة، إن مما يبقى للمسلم من حسناته بعد مماته علما علمه ونشره. وفي هذا المكتب يحصل التعليم، يحصل تعليم الناس سواء كانوا مسلمين أو دعوة غير المسلمين في هذا. حتى أن المسلم بحاجة إلى يراجع بعضا حقيقة من العلوم التي يتعلمها. ألسنا على أبواب شهر رمضان؟ نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم ممن أعتق من النار. ألسنا بحاجة إلى أن نراجع في هذه الأيام القريبة قبل دخول رمضان أحكام الصيام والقيام؟ ألسنا بحاجة إلى أن نراجع في شهر ذي القعدة أحكام العمرة والحج والأضحية؟ فكان سلف هذه الأمة مما يذكر عبد القدامى رحمه الله تعالى أنه كان كل عام يمر على أبواب الفقه كلها. فأقول وأؤكد على هذا الجانب: إن الأوقاف مصارفها كثيرة الدعوية. نحن بحاجة إلى عدة أمور تحتاجها المكاتب، تحتاج إلى كفالة الدعاة إلى الله عز وجل. قد تبقى في بيتك أخي المسلم وأختي المسلمة أصحاب الأموال، والذين من الله تعالى عليهم بالمال عندهم من المال الكثير، يمكن أن يحصد الحسنات العظيمة وهو باقيا في بيته باقية. فقد تكون هذا الرجل وهذه المرأة وارثا من أب، أو هذه المرأة وارثة من زوج، أو لديهم مال كثير. وقد أقول يعني يكون من حاله بأن يتساءل: أي مصارف الخير أعظم؟ إن من أعظم مصارف الخير ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وحصرها في كما في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ووالله إن هذا المكتب وغيره من مكاتب الدعوة إلى الله عز وجل سواء في الداخل أو الخارج لها جهود عظيمة لا ينكرها أحد.
كانت سببا في تقويم الناس وتعليمهم العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. جميل. كانت سببا في تعليمهم العقيدة الصحيحة، كانت سببا في تيسير وتعريف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حاله عليه الصلاة والسلام في لما كان في عهد المكي وفي العهد المدني إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ عبد الله. الله يحفظك شيخنا. يعني ما ذكرتم من يعني ما يجب على الإنسان أن يبادر به وذكره الزملاء، نحن كذلك أيضا ودنا أن نسمع من الدعاة شيخ بعض الجهود التي قاموا هم بها والأماكن التي زاروها والدول أيضا التي قدموا منها وكيف حال الإسلام فيها وكيف حال الدعوة. لما نرى هذه الجهود نعرف يعني القيمة التي يجب أن نقدمها لأنفسنا عند الله عز وجل. لكن يعني ما أدري، يعني الشباب حقيقة لديهم مجموعة من التقارير ولديهم مجموعة من المنجزات، وخاصة مكتب الدعوة بالروضة يعني حقيقة تتحدث عنه الأرقام دائما، وسنعرضها بإذن الله تعالى في هالساعتين يعني اللي راح منها كم، راحت منها نص ساعة. لكن قبل ما نروح للفاصل الأول يعني ودنا نبشر أنه أيضا إلى هذه اللحظة بالتحديد وصل المبلغ إلى 5,460,000، أي اكتمل 54% وبقي تقريبا 46. هذول الألف اللي تابعونا ما شاء الله تبارك الله. كنت سببا فيها يا شيخ إبراهيم. الله يحفظك. كنت سببا فيها. الله يغفر لنا. شكرا لك يا إبراهيم. نعطيك المايك مرة ثانية. أنا ودي إنه نبغى 1000 ثانيين الآن إن شاء الله. ومن البشائر اليوم في المكتب أسلم 21. ما شاء الله اليوم. اليوم. ما شاء الله. فنقول يعني بشائر تتوالى يا ربي لك. أنا والله متفائل جدا، دائما كل ما أجلس مثل هذه الجلسات أنا أقول حسن الظن بالله هذا رقم واحد. والتفاؤل هذا الشيء الثاني. نعم. الشيء الثالث هو فقط الجهد اللي نبذله الآن، ونبدأ على قولتهم نبادر، لا تنتظر أحد، لا تخلي غيرك، أنت كن سامة. أحد البنات في هذا الوقت. أنت تقدر عبد الله حبيب. يا إبراهيم إيش رأيك نعطيك المايك؟ أيوة نعم. واضح إن صوتي رفع يا شيخ. لا لا صوتك يعني. بس أبشرك الجمهور يقرأ يقرأ إيش؟ لغة الجسد. ها حبيبي. يعني الآن الكثير مننا عندهم يعني حب الدعوة إلى الله وهمها ويتكلم وهم الدعوة، لكن بعضهم يقول أنا ما عندي المقومات المناسبة ما أقدر، بعضهم يعني يحتقر نفسه مع أنه غلط. يعني كلنا نعتبر دعاء الله عز وجل، الإنسان داعي إلى دين الله عز وجل بأخلاقه بكل تصرفاته، لكن ما بالك أنه يجيك واحد إلى عندك إلى بيتك يقول لك يا أخي أنا أكفيك كل هذا الهم بس أدفع لي إن شاء الله ولو ريال ولو ريال، إذا شاركت بريال واحد وصدقت فيه والنية مع الله عز وجل ربنا يكتب لك أجره، يمكن لو أسلموا مليون كل المليون ديل يدخلوا في حسناتك بإذن الله، والدال على الخير كفاعله، أي صلاة يصلوها حتخش في ميزان حسناتك. أزيدك أزيدك ما يموتوا حبيبي محمد، أزيدك أنا. تفضل. تخيل أن هذا الداعية ممكن واحد تخصصه في الدعوة مثلا في غير مسلمين، الثاني موضوع تخصص الكتب والمطويات، الثالث أنت بريالك هذا اشتغلت شغل أكثر من رجل، أكثر من داعية وأكثر من طريق، فقط بريالك هذا يا أخي ديننا دا والله العظيم ما في ما في ما في أرحم منه. قال لك يا أخي من هم بحسنة إذا ما عملتها عديل الله بيديك اللجوم، فما بالك إذا أنت عملت الحسنة دي، أنت إذا ما عملتها بس قلت والله أنا نفسي أبني مسجد وأنت ما عندك قروش تبني مسجد صح؟ بس صادق في النية لك، أيوه صادق في النية لك أجر المسجد إن شاء الله ويصلوا فيه ناس ومليان ذاته، فما بالك انت اذا بنيت اذا انت تبرعت. عبد العليم ترى مبسوط منك قاعد تتكلم لغه جديده عديل وذاته هذه لغه جديده. لا اللغه السودانيه. اللغه السودانيه. جيران في هذه الجلسه وجيران في البلد عشان كذا حاطين قبل ذلك الاخوه في الله يعني عشان كذا حاطينكم عشان كذا حاطين الله يجزيك واستمتع بانشودته دائما. اذا تسمح لنا بس يا شيخ يعني الاخوان عندهم تقرير ومن الانشطه التي يقوم بها مكتب الدعوه بالروضه يعني الدعوة من خلال بعض الأنشطة التي تجدها بعض الجاليات، وخاصة مثلا الجالية الفلبينية وأبو عمر زارهم في زيارة دوري كرة السلة. نعم. أقاموا لهم فعالية للعبة السلة وخرجوا لنا بها التقرير. مشاهدي الكرام سويا نتابع هذا التقرير ثم نعود. على طريق النور تمضي بنا القوافل مهما يطول الليل بهدينا نواصل، أهم دعاة الخير كالنور كالمشاعل، في الله دربنا في الله خطونا
وسيلة دعوية ملفتة حققت نجاحا مبهرا، دوري كرة السلة. هذا الدور الذي ينظمه مكتب الدعوة بالروضة ويتخلله العديد من الكلمات والمحاضرات الدعوية مقدمة من عدد من المشايخ والدعاة، وتقام فيه المسابقات الثقافية والبرامج التوعوية التي تحفز غير المسلمين للدخول في الإسلام سواء من اللاعبين أو الضيوف، حيث يهدف هذا الدوري إلى ربط الجالية الفلبينية فيما بينهم وتعريفهم بالإسلام الصحيح المستمد من الكتاب والسنة وتصحيح بعض الأخطاء التي يقع فيها المسلمون من هذه الجالية. قبل أن تبدأ المباريات بينهم يتم تسجيل كل أسماء الحاضرين وإعطاؤهم أرقام سحب على جوائز يتم توزيعها لهم خلال الأنشطة المقامة. وفي هذه الخيمة يتم عرض مقاطع الفيديو الدعوية وكذلك دعوة غير المسلمين إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة من خلال سفراء الخير الذين كرسوا حياتهم في سبيل الدعوة إلى الله. كما أن من فعاليات البرنامج إقامة الزيارات الميدانية لنفس الشركات التي يعملون بها والفرق المشاركة ودعوتهم للإسلام. ويهدف البرنامج أيضاً لتهيئة دعاة جدد حتى يتمكنوا من الدعوة في بلدانهم. وبالفعل هناك من أصبح الآن مديراً لمركز إسلامي في الفلبين وغيرها، ومنهم من أصبح مدرساً في مدرسة إسلامية، وآخر مدرساً في حلقات مسجد للقرآن الكريم. وقد بلغ عدد الزوار خلال البرنامج 14,435 زائرة، وبلغ عدد الكتب الموزعة عليهم 24,073 كتابة، وعدد الفرق المشاركة 123 فريقا، وبلغ عدد المعتنقين للإسلام من خلال هذا النشاط دوري كرة السلة فقط 156 مسلمة. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل المهمات وأعظم الرسالات، فهي أحسن الأقوال وأعظم الفعال التي تصدر عن الإنسان من أجل هداية الناس إلى طريق الحق والرشاد. بجالية الخير تواصل يدوم، بجالية الخير تواصل يدوم، وخيمة الصديق وأفضل العلوم، وخيمة الصديق وأفضل العلوم، ها هم دعاة الخير في الأفق كالنجوم. الله يحييكم من جديد مشاهدي الكرام اللي شاهدنا هذا التقرير الخاص بلعبة كرة السلة مع الجالية الفلبينية. يا أخي النشيد والله عاجبني أنا، إبراهيم النقيب يقول في النشيد ها هم الدعاة صح؟ ها هم دعاة اللي بجانبك. ودنا يا أخي تسولف لنا مع المشايخ والدعاة. قبل نسولف يا حبيب عبد الله، ما أدري مايك شغال لهنا ولا لهنا. أنت خذ المايكين شغالين كلهم، كلهم شغالة، كلها شغالة. أهم شيء أنا أتكلم شيخ. لا والله أهم شيء الدعاة يتكلمون. لكن قبل ننتقل للدعاء، شيخنا عنده لفتة بسيطة. لما قرينا التعليقات وقرينا بعض الأفكار اللي جت وجت المبادرة الآن تقريبا قرابة 100,000. ما شاء الله. ماذا تقول يا شيخنا؟ أقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ما نسمع من هذه البشائر في الدعم وكذلك المشاركة في هذا الوقف. أقول لما كان من حال أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، كان من حاله لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا سلام. كان من حاله رضي الله تعالى عنه أن قال هذه الكلمة، قال يا رسول الله وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها يوم القيامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لإخواني وأخواتي الذين بادروا في هذا الخير ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة. فنحن نهنئهم بهذا الخير لأنهم أقول كانوا من المسابقين والمسارعين في هذا الخير. أنا أقول يا أخي إبراهيم قبل قليل، لا تكن ممن قيل لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وذكر هذا الحديث وقال عليه الصلاة والسلام من 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. سبق عكاشة رضي الله عنه قال وهذه الكلمة عظيمة، فلما جاء أحد الصحابة يقولها بعد قولة عكاشة قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. فأنا أقول لإخواني وأخواتي مع هذا الخير الذي بدأ
لا تكن ممن يقال لك سبقك بها عكاشة رضي الله تعالى عنه، فكن من المبادرين والمسابقين حتى لا يغلق الباب، فما تدري متى يأتي يومك وما تدري متى تنفع صدقتك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل سيستظل بظل صدقتي يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، وفي رواية حتى يحكم بين الناس. فأنا أدعو نفسي وكل من يسمع كلامي، أقول: بادر، فما تدري والله هل تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فأقول: لا تكون ممن قيل لهم سبقك بها عكاشة رضي الله عنه ولكن في باب الإنفاق. نعم، فكل أنت عكاشة، كما نهنئ الجميع بهذا الخير. نعم الشيخ إبراهيم. نعم حنأجل الظاهر كلام الدعاة، تعرف ليش؟ لماذا؟ نروح للفاصل بسيط يا رجل. أي نعم، معليش سامحنا إبراهيم، لما نطلع الفاصل نبغاهم يجهزوا أصعب المواقف اللي مروا فيها أثناء الدعوة. لا نريد الشيء السهل، ها؟ نبغى أصعب المواقف عشان نوري أن دفع المال أسهل من العمل. صحيح، وهي مشاركة عموما، حتى دفع المال سيكون مشاركة في بإذن الله. مشاهدة كرام، فاصل نواصل وبعده ما تبقى من هذه الحلقة، كونوا معنا. على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل. حبيبتي تامر وتني، جمالها ما هو شوية، ونسألوني أنا منهي، بقول هذه السعودية. فيهما عددا والأكبر تأثيرا، هذا هو سؤال كثير منا في مجالسنا، والجواب غير مهم، بل والسؤال غير مهم. الرقم لا يعني أي شيء بدون أثر، والأثر لا يعلمه أي أحد، وربما فينا شخص. للترفيه الآمن لك ولعائلتك تنمي الفرصة واحصل على جهاز المجد بلاس باشتراك 3 أشهر فقط ب444 ريال. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. غرس المنابت في الدروب. ماذا لو جعلت من يسرك سنابل عطاء للنماء والضياء؟ أرسل نداك فوقف النور قد ناداك، لتحصد كل عام أجر إسلام 6172 شخصا و400 حاج و2500 معتمر، وتوزيع أكثر من 4000 كتاب وأكثر من 1,000,000 مطوية وكرت وبوستر، وتعليم أكثر من 800 مسلم جديد عن طريق موقع نيو مسلمز الذي يقدم دورات تعليمية عبر أونلاين. شارك في تحقيق هدفنا في جمع 10 مليون ريال سعودي ليكتمل ضياء وقف النور. الغرس الطيب بين رياض المكتب التعاوني للدعوة بالروضة والمزكى من كوكبة من أعلام علماء المملكة. اقتفي سبل تجارة لن تبور، وادعم معنا وقف النور عبر التفضل بزيارة مكتب الدعوة بالروضة والتبرع بالمبلغ مباشرة، أو من خلال كتابة شيك باسم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة، أو عبر التحويل لأحد حسابات مكتب الدعوة بالروضة. وبإمكانكم أيضاً التبرع لوقت النور من خلال طلب هداياكم باسم من تحبون عبر باقة النور بمبلغ 2,000 ريال وباقة القبس بمبلغ 1,000 ريال وباقة الضياء بمبلغ 250 ريال وسهم العطاء بمبلغ 100 ريال. وما أجمل إهداء من تحب صدقة جارية. قال تعالى:
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. وقف النور، نافذة نورك في الحياة وبعد الممات. بعطائكم يستمر عطاؤنا. الآن ولعملاء شبكة المجد في السعودية، جدد اشتراكك لمدة عام فقط ب 555 ريال سعودي، أو جدد اشتراكك لمدة عامين فقط ب 888 ريال سعودي. يمكنكم الاشتراك عبر جميع موزعي المجد في السعودية أو عن طريق نظام سداد. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. محمد يا محمد. أرسل أرسل الحبيب معكم. الله الله، العيال يسألون عنك. أرز الشعلان، من زمان أحباب. وخيمة الصديق وأفضل العلوم، وخيمة الصديق وأفضل العلوم. ها هم دعاة الخير في الأفق كالنجوم. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام. بعد هذا الفاصل نحن ما زلنا في هذه الحلقة الخاصة بالحملة التابعة لوقف النور التابع لمكتب الدعوة بالروضة. هدفنا فيها بحول الله تعالى ولمدة 3 أيام إلى يوم الجمعة مساء بدعم الوقف بمبلغ 1,000,000 ريال، وبحول الله تعالى وبفضله سنكمل هو الجمعة ولا الخميس يا عبد الرحمن؟ إلى الجمعة. لا لا، ما لأنه تبدأ الثلاثة وانتهي الجمعة. عبد الرحيم أتقول 1,000,000. إلى الربوع يوم، وإلى الخميس يوم، وإلى الجمعة يوم. عبد الرحيم أتقول 1,000,000، أنا والله أعترض على الكلمة. ماشي، 4,000,000 حتى نكمل الوقف كامل. والله أنا جادي معك. طيب شوف، سبحان الله، يعني أنا كده عندي إحساس، ودائما إحساسي ما قاعد يخيب. نعم، إنه 1,000,000 ده حندبل إن شاء الله بإذن الله. حيدبل على الأقل بإذن الله. والله إحنا معانا 1,000,000 في خلال 4 أيام. ثلاثة أيام. 1,000,000. مليون واحد. مستحيل والله ولا حاجة. أكثر حنكملها والله ولا شيء. حنكمل الوقف بإذن الله. الهدف 10,000,000. ما بقول لك أنا متأكد، لكن والله تفاؤلي أكثر من محمد. لأنه إحنا كملنا الآن نص، يعني كملنا 54% من المبلغ اللي هي 5,000,000. يا عزيزي الآن 100,000 في خلال نصف ساعة. في خلال نص ساعة. تتكلم كيف؟ تتكلم كيف أنت؟ يعني 24 ساعة دي 2,400,000. عبد الله حبيبي نحسبها لك كيف؟ في الرياضيات إحنا بنحسبها لك. والله أنا في الرياضيات ما زاد الله له. نعم. أنا أقول اللي طلع 500 ولا فكر يطلع 1,000 يدبلها بس. نعم. يدبلها ترى بيجيه خير عظيم. طب إحنا ودنا نتكلم عن الدعاة في كروت هنا وفي كرت. شيخ عبد الله. في جماعة هنا. الآن بنتكلم على. إحنا قلنا نتكلم مين أنت؟ الدعاة. اللي هو عبد العليم. يا يا سلام. أيوه. ومحمد عباس والشيخ سامي يكلموا اللي هنا. أيوة. عشان ما يجيك لح رقبة. التواح في الرقبة. هنا. تفضل الشيخ سامي. عندك يا شيخ. الشيخ عبد العليم أنا ذكرت. محمد فاروق. أثناء الفاصل قلت لك أعطيني موقف. شيخنا حياك الله. ترى انا من اليمن يا شيخ. انت من اليمن؟ نعم. وقريب من شبيه لك يعني، وقريب منكم. حياكم وياك. اليمن قريب من اريتريا. موريتانيا. موريتانيا بعيده يا شيخ. اي والله. كلنا فارقه بس انت اطلع منها. نعم، كلنا مسلمين يا شيخ. الحمد لله كلنا مسلمين. طيب كذا ممكن نقلب اخبار علوم. الله يرضى عليكم شيخنا. سبق وقلت لك اعطينا موقف اثر فيك، او موقف صعب جدا مريت يعني من خلال الدعوه الى الله. طبعا يعني هي مواقف كثيرة، ولكن يذكر واحد مرة كنت جالس في إحدى المراكز الإسلامية في السويد يعني. إيه نعم. وجاتني امرأة فنلندية وتحمل معها مصحف مترجم باللغة السويدية، فقالت أنا لا أؤمن بهذا القرآن. فقلت غريب يعني، طيب إيش جيتي؟ أنا أبي أوري يعني إيش الخطأ اللي فيه. فلما رأيت المصحف أنه مترجم من الفرقة القاديانية، فطبعا يعني يتشابه مواقف النصارى بما مكتوب في ترجمة أنه وفى عيسى وأنه غيره، ويخالف مذهب أهل السنة والجماعة. القاديانية هذه إيش؟ الأحمدية يسموها بعض الأحيان، بعض الأحيان يسموها القاديانية. فرقة تدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم النبيين،
ولهم تأويلات باطلة جدا. اي نعم وصلوا الى ترجمة القرآن بالسويدي كمان. ايوه في عد ولهم قنوات يعني في أعوذ. بريطانيا مركزهم الرئيسي لهم قناة يعني تبث على عدة دول يعني. اعوذ بالله. اي فجأت يعني تعترض، هي كانت تبحث عن الإسلام وجدت فيه اشياء كثيرة، لكن بعد المواقف في بخصوص عيسى عليه السلام لم تعجبها، فجاءت تعترض على هذه الأشياء. فبعد مناقشة كانت محددة ل 45 دقيقة المدة الزمنية اللي أعطيتها، فتناقشنا حوالي ساعتين يعني. فقلت لها طيب إيش رأيك أهديك قرآن وتعطيني القرآن الذي معك. فأعطيتها مصحف مترجم بالإنجليزي من مطبعة المدينة المنورة. يا سلام. إيه فقلت لها أقرأي هذا الكتاب ثم تعالي بعد أسبوع مع تدوين ملاحظاتك. فطبعا جاءت يعني على شكل لا يخفى عليك الملابس غير لائقة يعني في مركز إسلامي وكذا، كثير من الناس كانوا معترضين، فأنا قلت لهم اتركوها يعني لا يتكلم عن هذا الموضوع على أي شيء. فأسبوع الجاي جاء محتشمة أكثر، ولم يكن يعني إسلامي لكن يعني محتشمة أكثر، وجاءت مدونة كذلك الأوراق. الآن قرأت القرآن هذا معقول أقرب إلى ما كنت أبحث عنه. يا سلام. إيه فجاوبتها على بعد أسئلتها، فثم قالت دعوتها إلى زيارة لبيتي يعني من باب تلطيف الجواز. قلت لها عندي زوجة وعندي أبناء، ما رأيك تأتي إلى بيتي يعني؟ فاستغربت هي طبعا يعني من الطبيعة الغربية إلى الطبيعة تقول لها يلا نذهب إلى البيت بإمرأة إلى بيتك دون موعد ودون أي شيء. فقلت لها الأمر عندنا عادي، وذهبت إلى البيت وجلست مع الزوجة كذلك يعني مع بعد ذلك أسلمت الحمد لله في نفس البيت الله. بعد مناقشة في نفس اليوم الله الله. طبعا يعني بعد الجلسة الثانية وثالثة هذه يعني فجلست في البيت وأسلمت. فقلت للزوجة يا ريت تهديها شيئا يعني من الملابس. فأعطتها يعني عبارة عن خمار وبلطو وحجاب وشهري. فقال هل ممكن تأذنوا لي أن أستخدم غرفة من الغرف؟ فقلت لا تفضلي. فذهبت ولبست وخرجت من البيت بهذا اللباس الإسلامي. لا إله إلا الله. الحمد لله. يعني هذه مواقف يعني إن الإنسان تدع عليه الشبهات، وكثيرا ما يسأل المسلمين إذا كان هذا هو الإسلام فلماذا أنتم هكذا؟ يعني الإشكالية انفصال بين الإسلام وبين المسلمين في كثير من التصرفات يعني، فهذه تكون عقبة دائما في والله الدعوة. أنا أقول يعني الجهود كبيرة، الجهود اللي يقوم فيها مكتب الدعوة سواء مكتب الدعوة بالروضة أو غيرها من مكاتب الدعوة في العالم زي ما ذكر الشيخ، أنا أقول والله الجهد عظيم وكبير جدا يعني لا يتوقف المشروع هذا الضخم بسبب مال. يعني الآن نملك المال وغدا يمكن ما نملك المال. المشكلة كمان شنو؟ المشكلة إنه الناس اللي على عقيدة باطلة وعلى دين باطل قاعدين يدعوا. شوف شغالين قال لك يا أخي وجابين قرآن، شوفهم يدعوا الناس يضللوهم. لا مدعومين يعني عندهم ناس يدعمون. طبعاً طبعاً مدعومين بمليارات القنوات الفضائية. المبالغ وقنوات فضائية قاعدة تبث في عند الدول الغربية كلها بلغاتهم بلهجاتهم، وللأسف هم على باطل. الآن اللي تابعهم هناك يقول إن هذا الدين الإسلامي. ما حيقتنعوا. ما راح يقتنع. لأنه شيء غير يعني غير مطابق للفطرة وغير. يعني إني لأعجب من جلد الكافر وعجز المؤمن. أقول لعل المكتب يأخذ عنا على الأقل شيء من هالتبعة اللي على ظهورنا، يخفف عنا الحمل بس. جزاهم الله خير. وهذا إذا كانت الحاجة قائمة أقول في العالم كله. فأقول إذا تأملنا عدد من في الكرة الأرضية ما يقارب 7 مليار، وكم عدد المسلمين قرابة مليار و200 مليون أو مليار ونصف، إذن كم من الذين لم تبلغهم الدعوة إلى الله عز وجل ونحن مسؤولين أمام الله تعالى في هذا العدد؟ أو 3 مليار؟ لا قرابة كم؟ 4 مليار بل 5 مليار ونصف. ومع هذا كله أنلقى الله سبحانه وتعالى ونحن نعمل شيء؟ كل منا مطالب أنه يبذل، ومع ذلك لا يكلفنا الله عز وجل إلا بما نطيق. قال الله عز وجل في محكم كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. ومع ذلك أمرنا بالتبليغ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال في الحديث؟ قال بلغوا عني ولو آية. فأقول ليس الكسب كما لا يخفى عليكم في مثل هذه المرأة، أنت تكسب بيت كامل، وقد يكون كسبك لقرية أو هجرة، وقد يكون هذا الرجل الذي أو هذه المرأة على مكانة في قريتها أو في بلدها
فتكون سببا بأن يدخل من وراءها كلهم كلهم الإسلام، فتكون أنت من السابقين الذين بدأوا. وهذا حصل يعني، جاء يعني شاهدنا كثير من القصص، وربما الشيخ مر عليك كثير، لا كثير أيضا، قرى أو هجر أو عائلة يسلم رجل مؤثر فيهم فيسلمون جميعا. ولذلك أنا أقول من يقرأ سير الدعاة إلى الله عز وجل، يعني هذا موقف من المواقف التي مرت على أخي وكان من حسن استقبال ومن كان لطف. ولذلك أقول مما ينبغي علينا أن نذكر أنفسنا فيما يتعلق بالآداب التي نتحلى بها مع العلم والحكمة، أن يكون الإنسان رفيقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ما كان رفقه في شيء إلا زانه. وهنا نقول ونؤكد على هذا الأمر أن الحمل قد كبر، والسبب لست تدعو أخي الفاضل من خلالي أقول بيتا أو بيت، نحن أكرمنا الله تعالى بهذه الوسائل الإعلامية التي قد نوصل رسالة الإسلام إلى ماذا؟ إلى أكثر أقطار الأرض. وللحديث بقية فيما يتعلق بهذا الأمر. شيخنا، على ما ذكرت من أنه المرأة مؤثرة، وإذا اليوم الصباح بلغنا الإخوان هناك مرأة كبيرة في السن تبرعت الصباح للمكتب بمبلغ 35,000 ريال. الله أكبر، ما شاء الله، هنيئا لها. يعني هذا من التأثير، يعني ما شاء الله، ما شاء الله. لا شك أن هناك شيء أثر فيها ودفعها لأن تتبرع بهذا المبلغ. تبرعت اليوم الصباح امرأة كبيرة في السن بمبلغ 35,000، هنيئا لها هذا الأمر. بل أفيد معلش، تدعو أخطار كثيرة. الحلقة الماضية لما كنا نتكلم يقول لك يعني بفضل الله تعالى، ثم بالموقع اسلام ايش اسمه، اسلام توداي ريليجن، اسلام ريليجن، اسلام ريليجن حق الشيخ الموقع حق الدعوه للاسلام، يقول لك اسلموا 2 في القطب الجنوبي. الله بالله، مين يتوقع انه واحد يروح يدعو هناك الاسلام؟ الله اكبر، اسلموا 2 من القطب الجنوبي، الاثنين ديل دعوا 2 ثانيين، الاثنين دعوا 2 20 50 100، القطب الجنوبي كله ممكن يسلم بفضل الله، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الاثنين الأسلموا ديل عن طريق الموقع. الموقع واحد من المشاريع اللي يعني هذا الوقف بإذن الله تعالى إذا اكتمل حيصرف رياح عليهم. نبغى نسأل أيضا الدعاة أحبابنا، محمد الشيخ محمد فرقان داعي الهندي، يعني اذكر لنا قصة معينة أو شيء حدثت لك أثناء دعوتك للإسلام. حدث لنا يا شيخ أثناء الدعوة في إحدى المساجد، ذهبت قبل 18 سنة في حي الروضة، ما شاء الله، مسجد العماش قريب من سوق شرقي بحي الروضة، وألقيت كلمة في عدة جلسات عن توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. جميل. وأحد من الحضور حضر في هذا الجلسة، وهو قبل أن يأتي إلى المملكة العربية السعودية ذبح خروفا وغنما باسم عبد القادر الجيلاني رحمه الله، يعني قدم النظر ذبح لغير الله عز وجل، ثم قدم إلى المملكة وجلس في هذا الدرس. وبعد الدرس سألني ولا لا أتذكره أنه جاءني شخص هذا وطلب مني، يقول يا شيخ ما هو التوحيد، وما هو التوحيد، هذا التوحيد ما سمعناه في حياتي، توحيد الربوبية ما هو، والألوهية ما هو، أسماء الصفات ما هو. فبينت له هذه كلها خصوصية الله عز وجل، وهذا صفاته، وهذه ملكه. ثم بعد فترة هو التحق بالمكتب وصار داعيا لله عز وجل، وحكى هذه القصة بعد 10 سنوات لمدير المكتب شيخ توفيق الشرهان، وأنا لا أدري عن هذا الشيء. أنا أذهب إلى المسجد وأرجع إلى المكتب، هذا دوري في العمل. فهذا موقف تأثرت به كثيرا، لا إله إلا نسأل الله، وصار داعيا إلى الله عز وجل. وسبق أن كان عندنا في منطقة الروضة يساعدنا كثيرا، وذهب إلى الهند وهناك داعية كذلك، وما عند الله خير، وأسلم على يديه عشرات من الناس، ما شاء الله، كلهم في ميزان حسنات، بفضل الله يتقبل، بفضل الله، الحمد لله. هذا شيء يفرح الحقيقة ويبهج النفس. يعني الشيخ أيضا أقول هذا يتأكد مما ذكر أخي الشيخ محمد فيما يتعلق بالموقف، القصة والموقف الذي حصل معه، حقيقة يؤيد لنا دور هذه البلاد المباركة في نشر التوحيد. الله تعالى أكرم هذه البلاد ولله الحمد بهذه العقيدة الصحيحة، بولاتها، بعلمائها، بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فالحمل كبير، فأنت حينما تسكن هذه البلاد عليك حمل أكثر من غيرك. لماذا؟ لأن كل من في هذه الأرض سيفد إلى البلد، بلاد الحرمين الشريفين، فيتلقى
أقول هذا العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، فهو ينظر إلى كلمة علماء هذه البلاد، وينظر حقيقة إلى ماذا؟ إلى مناهج الشرعية في هذه البلاد، ليس كغيرها، بل إن الكلمة التي تخرج من علمائنا، كما رحل بعضهم رحمة الله تعالى عليهم الشيخ بن باز وابن عثيمين، انظروا القبول الذي من الله تعالى عليهم، فإذا قال الشيخ بن باز قال الشيخ بن عثيمين قال الشيخ بن جبير رحمة الله تعالى عليهم، كان لها أثر وقبول. السبب لأن الله تعالى من عليهم بماذا؟ بصفاء العقيدة، ومن عليهم حقيقة بالأسلوب الحسن، ومن عليهم بتبسيط هذا الدين حقيقة للناس عامة. فهذا من الثمرات كما سمعنا في هذا العمل. نحن سنستمع إلى ما تبقى من الإخوة، لكن يعني شيخنا يعني مرت ساعة وأنت أكرمتنا بربع ساعة أو عشر دقائق عليها. نعم. نعلم يعني ما أنت مرتبط به من يعني من مواعيد وسفر. نعم. الله يكثر أجرك يا شيخ سليمان، جيتك مي بسهلة. أبدا الله يحفظك، ما هذا أصلا من الواجبات، أعتبره من الواجبات. كان ودنا أن تشاركنا الساعة الثانية، لكن ودنا أن نختم معك قبل ذهابك شيخنا على النقطة مهمة، وهي مصارف الوقف الخاصة بمكتب الدعوة، نودعك بها قبل أن تذهب. طيب، حقيقة أقول في ختام كلامي معكم وممن يستمع لكلامي، الدعوة إلى الله تعالى مستمرة، وأقول اجعل الدعوة إلى الله تعالى كناحية مستمرة إلى قيام الساعة وبمقابلها الأوقاف. فإذا أردت دعوة تستمر عليك بأموال تستمر، ولن نجد مثل ماذا؟ مما نعلم جميعا وجود الأوقاف، فهي حصن وثبات ودوام لهذه الأعمال المباركة. وأنا في كلامي الذي أختم به حقيقة ليس لهذا المكتب المبارك، بل لعموم من في الأرض. هذه بعض مصارف الأوقاف الدعوية التي يحتاج إليها كل من يدعو إلى الله عز وجل. نحن بحاجة إلى أولا مراكز ومعاهد ومدارس لتأهيل الدعاة إلى الله عز وجل، فلا شك حقيقة أننا بحاجة إلى أن نؤهل الدعاة إلى الله عز وجل. فحينما يأتي داعية أخي محمد وأخي فلان من الزملاء الذين هم أمامي من الدعاة إلى الله تعالى، سيبقى 5 و10 سنوات ويذهب. لكن أقول لمن كان يعمل في مكاتب الدعوة، من يعمل في الدعوة إلى الله عز وجل، من بعدكم؟ إن من تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عني بالتخليف، فخلف أبو بكر، خلف عمر، خلف عثمان، خلف علي رضي الله تعالى عنه وغيرهم من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، حملوا هذا الدين. ولذلك أقول من أوائل ما نحتاج إليه أن نعنى بهؤلاء الدعاة إلى الله عز وجل، نؤهلهم علميا ونؤهلهم دعويا. فقد تجد الآن عدد كبير ممن تخرج من الجامعات الشرعية ومن الكليات الشرعية، لكن عندهم من أساليب الدعوة ووسائل الدعوة إلى الله تعالى ما يحتاجون إليه أن يمارسوا عملهم أم لا. الأمر الثاني، ما سمعنا من بعض إخواني، الحاجة قائمة على مستوى الأمة إلى مدارس ومراكز ومعاهد للترجمة. ألسنا بحاجة حقيقة؟ إذا تأملت إحدى الجامعات في المملكة العربية السعودية، الجامعة الإسلامية، الجامعة أقول أم القرى، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك سعود، جامعة الإمام، جامعة الطائف، جامعة أبها، مجموعة من الجامعات فيهم من هؤلاء الذين يفدون إلى هذه البلاد المباركة، ممن هم يسكنون أقول في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا وفي أمريكا وغيرها، يحتاجون إلى أن يتعلموا العلم الشرعي باللغة العربية، ولكن يحتاجون من يترجم لهم هذه العلوم فتكون على مستوى عالي. الاقتراح الثالث الذي أقول حري بنا أن نعنى به جميعا، أن نعنى حقيقة بماذا؟ بمعاهد لتعليم اللغة العربية. الأمة بحاجة إلى أن تفقه هذا الدين، وهذا الدين حقيقة نزل بلسان عربي مبين. ومع هذا كله نحتاج إلى من يأتي لهؤلاء إلى هذه البلاد المباركة يتكلم بغير اللغة العربية، نحتاج إلى أن نعلمهم هذا الأمر. ونقول الحمد لله مكتب الدعوة في الروضة وغيرهم، أقول من المكاتب لديهم حقيقة أقساما في هذا الجانب لتعلم أقول اللغة العربية فيها، لكن نريد معاهد مستوى عالي جدا حقيقة حتى يتلقى هذا الأمر. الاقتراح الرابع الذي أدعو إليه، إلى أننا نتأمل ماذا نحتاج. نحتاج إلى دار لنشر، دار للنشر والتوزيع، دار تعنى بالكتب الدعوية بجميع احتياجاتنا لها،
فلا شك أن الطالب أو نقول الفرد من هذه الدولة يختلف في طباعه عن هذه الدولة الأخرى، فنحتاج إلى أن نقوم إلى وجود دار للنشر والتوزيع حقيقة باللغة العربية وغيرها من دول من من ماذا من لغات العالم. كذلك يا إخواني، ألسنا بحاجة إلى مطبعة؟ أنا أقول إذا تأملت الآن الجهود القائمة في مكاتب الدعوة على مستوى المملكة، كل المكاتب بلا استثناء تطبع الأصول الثلاثة، لكن لو كان عندنا مطبعة تقوم حقيقة، لكن أقول مطبعة وقفية، دار وقفية، معهد وقفي، مدرسة وقفية، جامعة وقفية، تعنى بماذا؟ بكل احتياجات الدعوة إلى الله عز وجل. وأقول ما أجمل أن نعنى بهذا المؤتمر العالمي الذي من الله تعالى علينا في هذه الدين وفي هذه البلاد المباركة. لماذا لا نعنى بهذا المؤتمر العالمي السنوي وهو يعتبر مؤتمر دعوي على مستوى الأرض وهو الحج؟ كذلك رمضان يجتمع الدعاة إلى الله عز وجل، يكون لهم حقيقة من الملتقيات وأقول الندوات وكذلك المشاريع المباركة ليتدارس الدعاة إلى الله عز وجل في كل حال. ولذلك نقول الحمل على مكاتب الدعوة في مكة وفي المدينة، لأن من يفد إلى هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين الغالب أنه لا يصل إلى مكة وإلى المدينة ثم يعود إلى بلاده. فإذا وجد مكاتب هذا المكتب يعنى بدعوة الفلبينيين وآخر دعوة الصينيين وهذا المكتب يعنى بدعوة أقول اللغة أحد اللغات الهندية وغيرها من اللغات الحية التي ندركها، فلماذا إخواني الأفاضل لا نبادر إلى أن نتخصص في مكاتبنا الدعوية أو وجود أقسام فيها تعنى بالدعوة في هذا الأمر؟ أنا أقول إذا كان كما قلت قبل قليل، إذا كان ما يقارب من 1.5 مليار عدد المسلمين على مستوى العالم، مع أنك إذا تأملت عددهم من يحتاج إلى تصحيح عقيدة يبين له منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم، أقول ما هذا كله، لكن 5.5 مليار ما بلغهم دعوة الإسلام. فنحن نحتاج إلى الأمر السادس، إلى وجود قنوات تتكلم بلغات متعددة ترسل إلى هنا وهنا في على مستوى العالم. لماذا؟ لنعرف الناس العقيدة الصحيحة التي ارتضاها الله عز وجل لنا، وتبين لنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين للناس الأحكام الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بها. ونحتاج إخواني الأفاضل إلى وجود أمور كثيرة لكنها ليست على المستوى العالي. أنا أقول إذا كنت مثلا على تبسيط الوقف، أنا أملك جهاز حاسب وآخر يملك جهاز جوال وآخر يملك سيارة وآخر يملك كتب، فلماذا لا أتعاون مع مكتب الدعوة بالروضة ومكاتب الأخرى، فأنا أقدم سيارتي فأوقفها وقفا لله تعالى، والآخر يتقدم بجهاز حاسب، والآخر يتكفل بعالم أو داعية لله عز وجل. ألسنا بحاجة إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات إلى وجود أوقاف لتكفل العلماء؟ العالم كما لا يخفى عليكم نحتاج إلى أن نستفيد منه، نقول له نكفيك رزقك ونكفيك عناؤك، فنحتاج منك بأن تجلس وتعلم الناس الخير. ولو تأملتم الأوقاف على مستوى أقول التاريخ، أوقاف الحرمين الشريفين، كنا من قبل نخرج من المسجد الحرام قبل أن يوسع، فهنا رباط لأهل المغرب، وهذا رباط لأهل الشام، وهذا رباط لأهل اليمن، هناك أحجاج أتوا فأوقفوا دورا ليسكن فيها طلاب العلم فيتعلمون في المسجد الحرام أو يتعلمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقون الحديث والفقه والتفسير والعقيدة والنحو وغيرها من العلوم، سواء كانت العلوم الأساسية أو علوم الآلة، لكي يعلموا الناس الخير. فأقول نذكر أنفسنا بما قال الله تعالى، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم. فإنني أدعو نفسي وإياكم ومن يستمع كلامي إلى أن من أعلى مراتب الإنفاق الأوقاف، ومن أعلى مراتب الإنفاق في الأوقاف التعليم والدعوة إلى الله عز وجل. قد نجد من يتبرع أو يوقف أوقافا لإغاثة الناس أو علاج أمراضهم سواء كانوا فقيرا أو غنيا أو غير ذلك، لكن من يتبرع ليعلم الناس الخير
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خص في حديثه الذي يبقى للإنسان بعد مماته ثلاث أعمال صالحة، وذكر منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جارية وهي الأوقاف، ثم أتى بمرتبة ثانية تعنى بها مكاتب الدعوة وهو أو علم ينتفع به، ثم ثالثا إخواني الأفاضل أو ولدا صالحا يدعو له. فالدعوة أو إيجاد الولد الصالح إنما يكون بالتعليم. فإذا كان أخي المسلم وأختي المسلمة لديك أربع أولاد وخمس بنات مثلا، لا تقول إن أولادي تسعة، بل أولادك كل من على هذه المعمورة، فكن سببا في تعليمهم، في دعوتهم، في تصحيح سلوكهم، في أن يكونوا ممن يحظى بالمنازل العليا عند الله عز وجل. فتبدأ أقول الدعوة إلى الله عز وجل يا إخواني بأن الإنسان يبذل المال، بأن أقول رأيت ورأيتم معي إخواني الأفاضل، بإمكانك أخي الفاضل أن توقف وقفا أو تشارك في هذا الوقف ويكون أجرك مستمرا إلى قيام الساعة. فما الفرق بين الصدقة والصدقة الجارية؟ الصدقة قد تجد فقيرا عند المسجد وترى من حاله الفقر ومن حاله الكبر ومن حاله المرض، لكن حينما تعطيه شيء من المال ينتهي، لكن حينما أتبرع في وقف كوقف النور وأشارك فيه سواء كان بريال أو خمسة أو عشرة، بل إنني أذكر نفسي وإياكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رب درهم سبق 100,000 درهم. لا تقول ما عندي شيء، فقد تتبرع بريال لكن ما تملك إلا مثله، فتسبق من كان عنده 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أدعو نفسي ومن يسمع كلامي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربانا على النفقة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. يا إخواني والله نخشى أن يأتي يوم نريد أن ننفق فلا نستطيع، فقد يحرم الإنسان بسبب معصيته. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في جواب الكافي من آثار الذنوب والقبيحة والمذمومة، قال أول أثر من آثار الذنوب حرمان العلم. فأقول ما وصلنا إليه في مكاتب الدعوة إلى الله عز وجل، فتجد حقيقة أقول ألسنا بحاجة إلى أن نوجد بعض المراكز والدراسات للبحوث لندرس حقيقة كما سمعت من أخي قبل قليل ما المراد بالقادانية، ما المراد يا إخواني بالمعتزلة، ما المراد بهذه المذاهب الضالة التي ابتعدت عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تسمح لا نعلمها إلا عن طريق العلم، فنحن نحتاج إلى مراكز دراسات وبحوث تعنى بهذه البحوث العلمية فتعلمها من يدرس من الدعاة إلى الله عز وجل. الله يكرمك شيخنا مبارك فيك نعم. على هذه الكلمات الله يحفظك. وقبل أن نذهب حقيقة إحنا عندنا فاصل أيضا، نود أيضا أن نرى فيه بعض الجهود المستفيدين من التعليم الذي ذكرت. ها في بشارة الآن ستأتيك البشارة والله. قبل أن يذهب الشيخ نعم. نعم إحنا كنا قبل شوي كم 5 مليون وصلنا و 470 ها كم تتوقع وصلنا الحين؟ توقعت 570 يعني زدنا 100,000؟ لا يا حبيبي زدنا 400,000 والله ما شاء الله. والله نعم وصلنا إلى الله أكبر. عبد الحبيب شكلك الرياضات عندك تعبانة. 40,000 يا شيخ مو 400 بس نقصنا صفر 40,000 أيوه 5 مليون يعني 400,000 إن شاء الله تفاؤلا، لكن 40,000 يعني 40,000 والله فرقت يعني 5 مليون و400 وكم و92,000 ما شاء الله. كنا قبل شوية 46 سنة 92 يعني كم؟ أنت قبل قلت الرغم غلط زاد. لا لا 40,000 46,000 يعني زيادة 6,000 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بشارة خير. 5 مليون و492,000 قبل ما نروح الفاصل لنرى المستفيدين من التعليم. شيخنا نتوجه لك بالشكر على وجودك معنا في هذه الحلقة وبارك الله فيك وأسعدتنا وأفدتنا. الله يحفظك. أنا سعدت والله بمشاركة الأخوة الفضلاء الدعاة إلى الله عز وجل وفريق المجد المميز حقيقة مما نسمع من كلمات ومن أبيات شعرية ومن أعمال مباركة. اللي فهمنا أميز واحد عندك شيخ برايك. نعم 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 واضح الشيخ بعد جزاك الله خير شيخ. الله يسعدك. الله عليكم. أنا بس هو ما سمعك نشيد بس الظاهر بعد ما تروح أنت شيخ لا نسمع من قبل أن نبدأ الآن حنسمع صوته في الشارع مع الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل ثم نعود لإكمال ما تبقى من الحلقة. على طريق النور تمضي بنا القوافل
مهما يطول الليل بهدينا نواصل فهم دعاة الخير كالنور كالبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي إياد قدورة، طالب في دورة فقهني في ديني مكتب الدعوة بالروضة. استفدت في هذه الدورة الكثير، خصوصا في مبادئ ديني ومنها العقيدة والفقه وحتى تلاوة القرآن الكريم وفي السيرة النبوية والآداب الإسلامية. وآخر دورة نأخذ فيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسم صلاح الدين، أجنسية بنغلاديش، نادفة شركة إنشيال. أنا أجي هناك مكتب رودا، دعوة رودا. أنا أعلم هنا قرآن حديث صحيح عقيدة. أنا أول بنغلاديش هنا في شريك بدات. أنا فاميلي كل ساكن كدا. الحمد لله هنا أنا إكرا إن شاء الله بدل صحيح عقيدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي مشيلة بنت بنتلان. أنا شغل اتصالات متكاملة. علينا أنا 4 سنة هاج إسلام. So إن شاء الله هنا مكتب رودا أنا يبقى معلوم تعليم هاج عربية هاج قرآن هاج فقه هاج عقيدة توحيد إن شاء الله. So علينا أنا هاج ليفل 2. So إن شاء الله سنة مرة ثانية أنا أقول معلوم إسلام إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي نور حسين محمد، شغل بوفية على شركة حليب الوطنية والتجارية. أنا درس مكتب دعوة الروضة. الحمد لله أنا في أنا أعلم كثير ما شاء الله. أول في أنا من بنغلاديش، أنا في كبرية هناك كثير مشاكل ما شاء الله. يجي من مكتب دواء الحمد لله هناك كله من فكاه من قرآن من سنة، الله يعطي بركة والله هذا كويس. بالله دربنا بالله خطونا الحمد لله. إذا في على علم جهاد هنا ممكن الله يعطي إن شاء الله. أنا فكرت على الجنة في جاليات الخير تواصل يدوم، في جاليات الخير تواصل يدوم، وخيمة الصديق وأفضل العلوم، وخيمة الصديق وأفضل العلوم. ها هم دعاة الخير في الأفق كالنجوم، على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل، ها هم دعاة الخير كالنور كالنجوم. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نحن ما زلنا في هذه الحلقة الخاصة بانطلاق الحملة لدعم وقف النور التابع لمكتب الروضة للدعوة. آخر تحديث لما وصل إليه تبرعكم بعد فضل الله عز وجل ومنته هو 5,492,000، أي تقريبا يعني أكملنا ما يقارب 56% من الوقت. هذه عبد الله كم وصل؟ يعني في هالحلقة بس يعني نقول 50,000 من يوم بدأنا إلى الآن 50,000. يعني الساعة هذه نعم 50,000. يعني قبل ما نروح أبو عمر محمد عباس للدعاة اللي ودنا نسمع منهم الآن، في بطايق يعني سواها مكتب الدعوة وكل واحد من الشباب عنده بطاقة. أنا حقيقة بعرف البطاقة اللي عندي، هالبطاقة هي عبارة عن إهداء ما أن الحين جايين على اختبارات، والاختبارات اللي تقدمت قبل رمضان إذا نجحوا أبناءنا بحول الله تعالى وكل واحد حينجح وهم كذلك على قدر المسؤولية للنجاح إن شاء الله، هذه
عبارة عن بطاقة يقدمها الأب لابنه كهدية بمناسبة انتهاء الاختبارات، ربما تكون أي مناسبة ثانية أو ممكن الأم. فيدخل على الموقع الأب، موقع المكتب، ويطلب السهم اللي يبغى يتبرع فيه عن ابنه والهدية اللي يبغى يقدمها كسهم لابنه، ويحط رقم جوال ابنه في الموقع، ثم يصل عبر الواتساب والجوال كرسالة نصية إيصال بأن المبلغ تم التبرع به. حتجي مباشرة رسالة لمين؟ للابن. حتجي ياسر بنفس التصميم هذا، حتجي رسالة على جوال الابن: وصلتك هدية من والدك وهي تبرع بمبلغ 2000 ريال، 3500. كرت ما أدري يعني من فلان إلى فلان. ألف مبروك النجاح وكذا. يا سلام. أجدك من الشعر بيت كمان. ها. أنت قلت إنه يدخل الموقع ويتبرع صح؟ لا، هذا اللي حيتبرع الأب يعني. أيوة أقول لك اللي يتبرع الأب. لا ممكن الأب اللي يبغى يهدي هدية، هذه مثلاً هدية تهنئة بمولود. حلو. يا سلام. إيش يسوي؟ بس باتصال، يتصل على مكتب الدعوة في الروضة. طريقة سهلة يعني. يعني بكل بساطة، ما يحتاج يخش موقع ويتعب كثير. يا سلام. باتصال يدخل الموقع، يرسل لهم الاسم من فلان إلى فلان، على طول يرسلوا رسالة تجي تصميم جاهز باسم، مثلا ابغى ارسل لابراهيم النقيب مبروك بديع، اكتب من محمد عباس الى ابراهيم النقيب مبروك المولود بديع، والهديه هي عباره عن وقف مثلا لبديع لبديع ولاسره ابراهيم النقيب ولبنت حسين ذاتها مثلا 100 ريال. تطبيق عملي. ها. نعم. 300 ريال بس. ازيدك عليهم. ازيد من الشعر بيت. ازيد من الشعر بيت. احنا الان شهر ايش؟ شهر رجب. رجب، نهايه رجب. رجب. وبكره وبعدها حيكون شعبان. شعبان، شعبان. شعبان. يعني الرواتب. وبعد شعبان رمضان، رمضان. وبعده العيد. صح، والله درس ابتدائي صح. لا خلينا اعطيكم مثال. ايش الموسم هذا؟ موسم ايش صح، حسيت مشوار طويل صح. والله موسم، موسم زواجات صح ولا لا؟ صح. ابو ساره خليك معي. ابو ساره نقيك. الو الو، انا بعطيك ليش اسال، تعرف الحين ليش موسم ايش؟ موسم الخير. زواجات موسم الخير. والله واضح انكم انتم معي شباب. ركز والله، انت كمان يعني ركز والله يا اخوان. ركز كيف؟ انا بقول لك اصلا ما اكلمك، انا ما اخذت منك بموضوع. انا موسم الزواجات نفس الموضوع، اذا انت الاختبارات بتهدي في وقت الاختبارات الابن او كذا، وبتهدي في موضوع المولود. المولود ايضا الزواجات في العيد الان، الترتيبات صح للزواج وغيرها والمناسبات السعيده هذه محتار فرصه ترسل مثل هذه البطاقه. الله. يا سلام. وري بلا وري وين كاميرتك بابا. البطاقه هنا ترسل بهذه المناسبة، مناسبة الزواج الآن. ما في إلا بنت ما شاء الله مرتب أمورها الآن، ولا رجال مرتب الزواج، ولا أب يسعى ويدور الحين الله يعينك جالس يدور استراحات ولا قصور إلى آخره، ولا أم جالسة ترتب وتجهز. عموما هذه أيضا فكرة من أفكار مكتب الروضة. وش عندك أنت بطاقة؟ أنا عندي طبعا عجبتني صراحة الفكرة هذه. يقول أحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم وغفر لميتكم. هذه في التعزية. في التعزية، خاصة بالتعزية. يقول إلى مثلا إلى والد إبراهيم النقيب رحمة الله عليه، ولقدر الفقيد عندي تبرعت عنه ب5000، ب2000، بريال من فلان الفلاني فقط. هذه رسالة كذلك عن طريق الجوال. والله ريال، ريال بس. نعم. عظيم للميت. هذه هي، هذه عجبتني جدا جدا جدا. لو المخرج بس يركز عليها. أنا وين كاميرتي؟ ما أنا شايف ما شاء الله من قوة الكشافة هناك. انت بس خليك عامل كده بس وبيجيك. نعم. بقرأ شوية بس معليش. يقول إلى مثلا والد إبراهيم النقيب، ولقدر الفقيد عندي تبرعت عنه بمبلغ من فلان الفلاني. الله أكبر. صراحة هذه من أجمل أفكار. أزيد أنا كرت فيه؟ كرت عندهم ولا خلاص؟ باقي كرت عندهم؟ في انت تبغى، انت تحدد المناسبه عادي. تحدد المناسبه، تحدد المناسبه تلقى هناك عنده. انا اتمنى كذلك للمريض. في في قوائم بالمناسبه لو في المريض، في للمريض في. ها يوجد زيارات المستشفى مع المريض، ويروحوا حتى عند المستشفى يزودونه ببطاقه او يسلمونه كذا يعني. يا سلام. تروح للمريض تشيل له ورده، ورده 3 ايام حتذبل وحتموت. لكن اذا وديت له بمبلغ الورده ابو 50 ريال، 100 200 500، المبلغ ده اذا حطيته في وقف واديت المريض ظرف، قلت له اسال الله عز وجل انك تبغى الشفاء، واسال الله عز وجل، اسال الله عظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، خذ هذه بنيتك ان شاء الله الشفاء. تبرع في الوقف. بل انها كمان في حاجه ثانيه ذكر هنا الشيخ، انه يا اخي هذا حديث اللي يقول داووا مرضاكم بالصدقه. حديث يا عبد الله حبيب
داوم مرضاكم بالصدقه، بس ما ادري عن صحته يعني بالصدقه. لو كان ناصر عبد الله هنا كان صحح لنا يعني. لكن هو يعني دفع البلاء بصفه عامه الصدقه. مصارع صنائع المعروف، صنائع المعروف تقي مصارع مصارع السوء يا اخوان. وده يعني يتبرع بنيته لنيه المريض وكل المناسبات. المهم الفكره فكره رائعه جدا. كلامك علامه تمه انت اللي كلامك علامه تمه يا شيخ ابراهيم. نروح لفاصل اعلاني، وش رايك؟ عبد الله حبيبي والله انت تعرف ممكن 200 تطلعوا فاصل. ايوه بعد الفاصل عشان احنا ما نقطعهم، اذا قلنا لهم ادونا القصه وبدا في القصه نقول فاصل ما هي حلوه. لكن روح فاصل ونريح ونصور هنا سناب شبكه المجد، ويعني مقاطع حلوه يعني تو وصلنا الباسورد حقه والامور طيبه ان شاء الله. وودنا الدعاة كمان يوجهون رسائل عبر سناب شبكه المجد، هذا اعلانها اعلان بلاش، تابعوا سناب المجد. طيب مشاهدينا الكرام فاصل وراجعين نكمل هالحلقه بحول الله تعالى، نختمها بنجاح جزء كبير من مبلغ الوقف باذن المولى، بس نحتاج تحديثها. يا سلام. على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل. أهم دعاة الخير كالنور كالمشاعل. الآن لشركاء ومحبي شبكة المجد، يسعدنا خدمتكم من خلال وكلائنا المنتشرين في المملكة العربية السعودية للحصول على أفضل خدمة. المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية، القصيم والمنطقة الشمالية. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. Rumputnya hijau. The sky is blue. Arok içinde. على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اطلعت على نشاطات الإخوة في مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي الروضة في الرياض، نشاط موفق. زرتهم أيضا في مكانهم، لهم نشاطات متعددة سواء في المحاضرات أو طباعة الكتب وما شابه ذلك، كذلك الاهتمام بالشباب ودعوتهم بالأساليب المناسبة، وكذلك لهم دعوة موفقة عبر الإنترنت ونتائج كبيرة جدا في إسلام الآلاف على أيديهم عبر الحوار بلغات متعددة. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وليحرمهم الأجر. عندهم وقف يقومون بإنشائه، يرجون منكم إن شاء الله تعالى مساعدتهم في ذلك. هذا الوقف يعني يصرف منه بإذن الله تعالى في دعم هذه المناشط المباركة. أسأل الله تعالى لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب، وأن يتقبل منا ومنكم، وفي أمان الله. السلام عليكم. على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل. فيهما عددا والأكبر تأثيرا؟ هذا هو سؤال كثير منا في مجالسنا، والجواب غير مهم، بل والسؤال غير مهم. الرقم لا يعني أي شيء بدون أثر، والأثر لا يعلمه أي أحد، وربما فينا شخص للترفيه الآمن لك ولعائلتك. تنم الفرصة واحصل على جهاز المجد بلاس باشتراك 3 أشهر فقط ب 444 ريال. شبكة المجد،
القنوات الآمنة للأسرة. وخيمة الصديق وأفضل العلوم، وخيمة الصديق وأفضل العلوم. ها هم دعاة الخير في الأفق كالنجوم. يا مرحبا، حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد. وصل تحديث يا شباب جديد. شوف بقوله بحذافيره، قبل شوية قلنا 5,492,000 قبل شوي، الآن أبشركم 5,500,000. وصل دعمكم لوقف النور 55% الآن، ولله الحمد من مبلغ الوقف أو الهدف المحدد 10 مليون، باقي 4.5 مليون بإذن الله تعالى. أنا متفائل زي ما أنتم متفائلين. 3 أيام الجاية يا عبد الله حبيب. انا بقرا هذه التغريده وبعدها ننتقل للدعاء. خلنا ناخذ مواقف وناخذ الشغلات. وانا من باب التحفيز، انا عندي الشيخ محمد، عندكم المشايخ كلهم، لكن باب التحفيز. هذه اخت ملامح المجد تقول: والله كان عندي 100 ريال، تصدقت بريال، عفوا تصدقت ب50، وسبحان الله فزت في مسابقه ب500 ريال. الله اكبر. شو تعيدها؟ والله كان عندي 100 ريال، تصدقت ب50 ريال، سبحان الله فزت في مسابقه ب500 ريال. قد تفتح رزقا كان معلقا، فتصدق ولو بريال. الله الله يسعدكم. والله يا ناس، الان نرجع للدعاء. نرجع للدعاء. ما حنقدر نقول. الشيخ محمد بايزيد من بنغلاديش، عشان اثبت للناس الحمد لله، يعني ما اعطاني الله عز وجل اياه من لغات. كم ناسين؟ الحمد لله بهلواسي. فلاسين؟ اعطني كم ناسين؟ فلاسين. عمنا رمكي. عملنا بايزيد، عملنا نمكي بايزيد محمد عباس. اي ما شاء الله. عملي كنت دي هاي سوي ديسيجن. ما شاء الله تعلمت ما شاء الله. طيب يا شيخ، كويس انه قلت ما شاء الله. طيب يا شيخ، موقف كهين موقف صعب كهيك ورتنا ديريك في ديفيكالت، مشكل هي مش موقف كرشنا. انت شك زمانته بايد ثلاث لغات والله. في فيروس يا شيخ، يعني مشكلة هي. يلا يا شيخ، الشيخ فهم انه انا قلت له طبعا ترجمه، قلت للشيخ اعطينا موقف صعب او يعني او موقف ما زال مؤثر فيك وتتذكره للان صار لك في مسيرتك في الدعوه. الله عز وجل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد. معلوم عند الجميع ان الدوله بنغلاديش اكثر الشعب مسلمين بالاسم، لكن فيه خرافات وفيه بدعات وفيه شركيات. فدعوتنا غالبا تكون منصبه على المسلمين، لكن لتسهيل العقيدة، لتخلص من الشرك والبدعة. فالقصة التي حصلت معي في حياتي كثيرة، من ضمنها لما أنا رجعت إلى البلد، خاصة لما تخرجت من جامعة الإمام ورجعت إلى البلد في منطقتي، وبدأت أن أدعو الناس إلى التوحيد، وكنت أحذر الناس من البدعة والشرك وغيرها. ففي البداية من أقربائي من أعمامي الذين إخوان لأبي اتهموني أنني تنصرت، يعني صرت نصارى. صرت حتى من زملائي الذين كنت معهم في الدراسة بدأوا يتهمونني بأنني صرت نصارى. والسبب ليش أدعو الناس إلى التوحيد؟ لماذا أخالف الناس في العقيدة؟ لماذا أحذرهم من البدع أو من الشرك؟ فلله الحمد والمنة صبرت من هذه الكلام ومن هذه الإيذاءات التي كانت مواجهة إلي، أنني صرت نصارى أو كذا وكذا. فلله الحمد والمنة بعد الفترة هؤلاء من أعمامي ومن زملائي في الدراسة الآن صاروا معي في الدعوة. الآن هم معي في الدعوة. ما شاء الله. من ضمن من يدعونني، من يساعدني في الدعوة، هؤلاء الذين كانوا يتهمونني أنني صرت نصارى. ولله الحمد والمنة. وهذا الصبر والجلد، ونحسب وإن شاء الله نحسبك والله حسيبك قبل هذا كله، يعني نيتك الخالصة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يوفقك إن شاء الله. قبل ما نروح للدعي الثاني يا شيخ محمد، بس اللي كنا نتكلم عنه بطاقات الإهداء هذه، الآن الشباب بيطلعون عنوان الموقع وهو الآن ظاهر على الهواء. اللي حاب أنه يدخل هالموقع ويختار أي بطاقة من بطاقات الإهداء كارد بإمكانه، أو كارد كما تحب يا محمد، يدخل على الموقع ويشوف الكارت المناسب له ويختاروا. وحينزل رابط ان شاء الله برضو في تويتر.
للموقع كيف بإذن الله تعالى. ممتاز يا سلام، عشان الشباب ياخذوه وينزلوا. عندنا ايضا الداعيه آل صدام سعيد، حياك الله داعيه في بيني. حدثنا عن شيء حدث لك او في قصه معينه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا يعني في 3 سنوات قبل ذهابي الى المملكه، يعني اكثر عملنا الدعويه هو الدعوه للمسلمين. انا من جنوب الفلبين، اكثر فيها يعني مسلمون، فطبعا عملت خلال سنوات لدعوه المسلمين في قريتي. يعني في هذه القريه انتشر فيها يعني شركيات وبدعيات وخرافات. فطبعا في مجال الدعوه لا يخلو عن المواقف المحرجه، العقبات، ومن ضمنها مما حصل لي بسبب دعوتي الى الناس الى عقيدتي الصحيحه والى التوحيد. ما حصل بيني وبين اقربائي، يعني حتى وصل الى ان قال يعني اذا لم تتنازل لدعوتك الى الله سبحانه وتعالى سوف يكون سوف نقتلك كذا. حتى وصل الامر الى هذا يعني. وقبل هذا طبعا هناك بعض من الإخوة يعني المتعاونين يعني في دعوتي إلى الله سبحانه وتعالى في قريتي، كانت من المواقف المحرج أثناء دعوتي إلى الله سبحانه وتعالى في القرية، هي هناك واحد من الرجال في القرية يدعو الناس إلى الشركيات. وبدأ الناس يعني يتأثر به، حتى هناك شجرة كبير عندنا في القرية، يعني هذا الرجل عنده علم السحر، يعني يخبر الناس السحر يعني يعلم الناس السحر ويخبر عن المغيبات، يدعي علم الغيب. يدعي علم الغيب يعني. فمن ضمنها يخبر الناس إذا لم يعني تعملوا عملا يعني تتقربون إلى هذه الشجرة إلى تلك الشجرة سوف تموتون أو يموت أحد من أقربائكم أو أولادكم كذا. فطبعا هناك من الإخوة المتعاونين ويساعدونني في يعني في الدعوة لله سبحانه وتعالى. طبعا هذه فتنة كبيرة عند أهل القرية. فنحن يعني اجتمعنا وفكرنا ما المخرج، يعني حتى نستطيع أن ننقذ الناس من هذه الضلالة. يعني ففكرنا أن نزيل هذه الشجرة، يعني شجرة كبيرة. بدأ الناس يقدمون الأطعمة، يقدمون الحيوانات يعني خوفا من الموت أو خوفا من العقوبة أو من العذاب وكذا. من البلاء. فالحمد لله اجتمعنا مع الإخوة وبدأنا نخطي خطة يعني. فالحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اتفقنا على إزالة هذه الشجرة. ومن بعد ذلك الحمد لله يعني أصبح الناس يعني أكثرهم من ذلك اليوم حتى الآن الحمد لله يعني بدأ يعني يتحسن. وكذب الساحر. نعم، وكذبوا الساحر. أيوة، وكذبوا الساحر وابتعدوا عن هذه الشركيات يعني أغلبهم الحمد لله. ثم الآن بدأوا، والآن الحمد لله بدأ أقاموا يعني مدرسة. وقبل ذهابي إلى المملكة أيضا يعني
ألقيتم لهم المحاضرة يعني في مسجد وتعليمهم ما شاء الله. الحمد لله والحمد لله الآن يعني كما أخبر أحد من 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 أصدقائي الآن يعني الحمد لله أكثر الإخوة هناك في القرية يعني اهتموا بتعليم بالتعلم يعني ما شاء الله. لأن قبل هذا القرية يعني في الضلال يعني لا يعرفون عن أمور الشرعية حتى إن هؤلاء يعني يتهموني بأنني أنت جئت بشيء جديد. الله يجزاكم خير. علك ساهم خير جديد. في المجال جزاك الله خير بارك الله. ثم بعد ذلك يعني الحمد لله ذهبت إلى المملكة وأكثر عملنا الدعوية في مملكة يعني دعوة غير المسلمين هناك أيضا يعني قصص يعني مع المسلم مع غير المسلمين. الله يجزاكم خير إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ويكتب أجركم ويجعلكم يعني دعاة للخير. ان شاء الله كل اللي دعوتوهم ان شاء الله في القريه هم في ميزان حسناتك انت واصدقائك باذن الله. طيب يا شيخ محمد شيخ شفر الدين يعني قبل ان نذهب الى الشيخ شفر الدين من اندونيسيا ما تبغى تحديث المبلغ؟ والله في تحديث؟ اي نفس المبلغ اللي قبل شوي. ايوه لكن ودنا نعلن اسم الفائز بالحلقه الماضيه. ايوه ودنا نحط سؤال هالحلقه عشان كمان نذكر في نهايه الحلقه. صدقني هو مو نفس المبلغ بس التحديث ما وصلك. يلا قول. انا متاكد والله انه في زياده. بس انا اخر تحديث عندي هو اخر تحديث. اخر تحديث هو الاول. كيف؟ أكيد. إبراهيم النقيب ودنا نسمع الشارة منك يا أخي. ودنا نسمعنا نشيد بصوتك. ألا تودون أن تسمعوا صوت هذا الرجل؟ صوته شجي وجميل يا شيخ محمد. كلهم قالوا بلى. تودون أن تسمع صوته؟ يودون ذلك. وبيقول شيخ عبد العليم وكذلك عباس. وكذلك عباس. هذا من جمهور الشيخ. والله هذا شرف لك يا محمد. أي والله شرف لي. طيب سؤال الحلقة الماضية يا أخوي محمد يا دكتور محمد كان أذكر اثنين من أبرز مشاريع قسم النساء بمكتب الدعوة بالروضة والجواب كان مشروع اتزان ومشروع نبراس ومشروع خير أمة ومشروع مشكات ومشروع إتقان. طبعا هذه كل المشاريع. فكان السؤال أذكر أبرز اثنين من أبرز هالمشاريع. وأما الفائزة في الحلقة التي حصلت على الجائزة التي قدرها كم؟ ألف ريال. ألف ريال. أنا متأكد أنها حتتبرع بجزء منها يعني. طبعا الجائزة مقدمة من مكتب الدعوة بالروضة والفائزة هي النايفة. النايفة ما شاء الله. نقول لها ألف مبروك وتستاهل هالجائزة. أما سؤال حلقة اليوم يقول مشروع بمكتب الدعوة بالروضة يهتم بإنتاج التطبيقات الهادفة فما هو المشروع؟ مشروع بمكتب الدعوة بالروضة يهتم بإنتاج التطبيقات الهادفة فما هو؟ طبعا في خيارات يا إبراهيم. اللي هي الخيار الأول مشروع فريق جوال الخير، الخيار الثاني مشروع بصائر، الخيار الثالث مشروع اقرأ. نكتفي بثلاث خيارات. حذف إجابتين. أما الإجابة الصحيحة فهي إما مشروع فريق جوال الخير أو مشروع بصائر أو مشروع اقرأ. والجائزة ستكون 1000 ريال مقدمة من مكتب الدعوة. عادي اللي يفوز بالجائزة يعني يتبرع بجزء منها في الوقف يعني مو شرط بس يعني زكاة المال طيبة. ولا شيخ إبراهيم؟ نعم شيخ. نسمع. أنت جاهز نشيدك؟ بعد الشيخ. نشيدك جاهز؟ نعم. طيب نأخذ الشيخ ثم نسمع نشيدك. بعد الشيخ شفر الدين. شفر الدين تفضل. حياك الله شيخ. الله يحييك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. اللهم صل. كما عرفتم بأن إندونيسيا هي أكبر دولة. أكبر دولة إسلامية. اكبر هي ولا ماليزيا؟ لا لا ولا هذا التنافس ها؟ لا ليش التنافس؟ لا ما في تنافس ما في علاقه ذاته. اندونيسيا اكثر؟ اكثر سكان اكبر. لا لا اقصد كسكان يعني وين حتى كسكان حتى كسكان. كل شيء. انا ما رحت اندونيسيا. كم جزيره هي؟ حتى ان قرن بين المملكه واندونيسيا عدد السكان المسلمون في اندونيسيا يعني 6 أو 7 اضعاف سكان المملكه. ما شاء الله. نود يعني أن نسمع يعني أكثر. طيب. كما قلنا يعني هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. ف من حيث تعداد السكاني 2015 وصل إلى 255 مليون نسمة. كم يا شيخ؟ 255 مليون نسمة. ما شاء الله. هذول اللي تبرعوا الوقف من ريال امورنا في السليم ان شاء الله. هم ليس بريال بروبيه حتى بروبيه مقبول ما مشكله. فالحمد لله عدد المسلمين
وصل إلى أو نصبح مسلمون وصل إلى 87 يعني تقريبا ما يقل عن 2 مليون مسلم في البلد. فطبعا دعوة داعية إندونيسية يختلف مع دعاة غير المسلمة كفلبيني يعني الجالية غير مسلمة. بل نستغرب إذا جاء واحد جاءنا خبر واحد في إندونيسي غير مسلم نستغرب ونستبعد يعني غريب. الحمد لله هذا من فضل الله. فالحمد لله إلى الآن لم يسلم أحد يعني لم يسلم أحد لأن لم يأتي إلى المكتب غير مسلم يعني. الحمد لله. لكن الهداية من أشياء صحيح كثيرة وتعديل في المعتقد هذا كثير. ما يتعلق بالقصة هي طبعا عندي قصة في البلد وفي قصة كذلك في اختر واحدة منها الأقرب إليك. طيب أيهما تختار؟ الأعجب. الأعجب. طيب قلنا الآن في المملكة ف أود يعني نتكلم عن أجل ماذا نروح إندونيسيا إن شاء الله ونسمع قصة ثانية من هنا خير إن شاء الله. فطبعا المسلمون في إندونيسيا أنا مولود من أسرة مسلمة ما شاء الله أبو الجد فنشئ كذلك في بيئة المسلمة. فطبعا تعاليم الدين عندنا في البلد في من حصل على تعاليم صحيحة وفي من تعلم على طريقة مشوشة يعني غير صحيحة يعني أشياء كما تعرفون يعني حصل بعد 1400 سنة يعني شيء تغيرات من الاعتقادات وحتى أضيف في الدين أشياء كثيرة يعني ليس من الدين ودين بريئا منه. فغالبا طبعا هذا لمن لم يتعلم الإسلام بالطريقة الصحيحة لما يأتي إلى المملكة ينظر إلى المملكة بصورة مشوشة يعني نظرة يعني شيء. حتى منهم من جاء وسأل هل في مملكة السعوديين هنا يصلوا كصلاتنا نحن ويعني أشياء غريبة يعني نظرة. فالحمد لله بمناسبة المكتب دعوة بالروضة عندنا دورات أقيمت دورات الجاليات وكذلك في رحلة العمرة مجانية دعوية وكذلك الدروس والدعاة يأتون إلى المساجد وإلى الشركات. فالحمد لله في من يأتي إلى المكتب ويدرس ويجلس ويسمع ويستمع إلى دروس اللي ألقي من قبل الدعاة وحضر كذلك شارك في رحلة دعوية في العمرة ما شاء الله بدأ يستمعون أشياء غير الذي شوشوه من قبل الدعاة المضللين في البلد ويستمع العقيدة الصحيحة يستمع القرآن يستمع الحديث الصحيحة. فبدأ يحب السنة أكثر فأكثر. فالحمد لله يعني سمعنا كثير وليس واحد واثنين ثلاثة كثير من رجع إلى البلد وصار دعاة في البلد يصحح النظريات في من له نظرية سيئة عن المملكة وعن الاعتقاد والعقيدة في المملكة ويحبون السنة. فهذا طبعا من تأثير الدعوة في المكتب. غير الصورة. غير الصورة. كثير من الناس الصورة التي كانت مرسومة كصورة. 180 درجة. الحمد لله. 180 درجة. وهذا ببركة يعني ما أتاكم الله عز وجل. صحيح صحيح. من وسيلة الدعوة. من وسيلة دعوة وهذا من بركة الدعوة في المكتب. نحن نستأذنكم حقيقة ما بقي عندنا وقت إلا 6 دقائق تقريبا. ودنا نسمع منك نشيد أنت ومحمد. خلاص. ثم بعد النشيد ودنا صراحة أن كل منا يعني الشباب المقدمين وأيضا الدعاة أن يوجهوا رسالة للجمهور للمشاركة في هذه الحملة كل بلغته طبعا. النشيد أنا بتكلم باللغة العربية طبعا لغتي. النشيد الناس حيسمعوه لخشوا اليوتيوب حيسمعوه. نحن عاوزين نقول كلام الآن خلاص ختامي. رسائل يعني. طيب. أيوة رسائل مهمة. ممتاز. إذا قلتم رسائلكم ودنا الدعاة كل بلغته يوجه يعني دعوة للتبرع في هذا الوقف. عبد الله حبيب. يعني في 20 ثانية فقط. عبد الله حبيب أنا أبدأ. باللغة العربية؟ أيوة. لا لا أنا حقول باللغة السواحلية ما شنو عبد الله؟ ما عارف قلت يمكن لغة. شوف
شهر شعبان يعني يمكن الوارد عند الناس كثير انه سبحان الله في الناس بيلاحظوا لكثرة الوفيات فيه، يعني مع انه انا سمعت انه في احاديث يعني؟ في احاديث جات هي احاديث ضعيفه ما هي وارده، لكن سبحان الله كل الناس الان قاعدين يدعوا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. بعض الناس يقول لك انا ان شاء الله اذا جاء رمضان ممكن اتصدق ممكن ممكن ممكن. يا اخي اللي بيضمنك شنو انك انت تصل رمضان؟ رمضان صح. ما احد ما في انسان يضمن انه يعني يعيش لبكره، خلي تقول انا في رمضان حتصدق او في رمضان او او او. الباب مفتوح، يعني الفرصه الان متاحه لك انت وبامكانك، انت ما عندك تلفون ما تقدر تتبرع ما عندك بطاقه صراف، روح لو انت صغير لو انت كبير لو انت او اي واحد روح للوالد قول له يا اخي امسك عندك مصروف مجمع من مصروفك ريال ريالين ثلاثه، قول له خذ يا ابوي هذا الريال مصروفي، بكره اذا ادوك المصروف الصباح قول له خذ يا ابوي هذا الريال اتبرع به لوقف النور، ابوك حيعرف ايش هو وقف النور، يسالك ابوك حياخذ الريال حقك ويمكن يتبرع ب 100 ثانيه 1000 حتكون في اجرك انت. فلا تبخل على نفسك. باقي ثلاث دقائق محمود عباس اخذ نص الوقت. اخذت نص الوقت. تفضل يا سامي. انا اقول بس محمود سامي البارودي له ابيات جميله. يقول بادر الفرصه واحذر فوتها فبلوغ العز في نيل الفرص واغتنم عمرك ابان الصبا فهو ان زاد مع الشيب نقص. انما الدنيا خيال عارض قلما يبقى واخبار تقص الى اخر القصيده. فرصه عظيمه الان بين يدينا جميعا والفرص تفوت من مميزاتها وخصائصها سريعه الفوات. وقبل فتره يسيره القرارات الملكيه التي صدرت وكان الحقيقه فيها اشياء كثيره تثلج الصدر ولله الحمد، سواء مضاعفه رواتب او حتى تقديم اجازات، الان الناس في الغالب يشعرون بشيء من السعاده. قد يكون من التوسيع لنفسك ولأهلك ولذويك وأبنائك أن تدخلوا في مثل هذا الوقف وتبذلوا وتشكروا النعمة هذه العظيمة. الشكر أنواع ليس باللسان فحسب، قولا وعملا ودفعا وبذلا ومزيدا ونصحا وهكذا. قدم الأموال، يعني أنت قاعد ترمي شيء تبذل شيء أمامك حتى تشاهده أمامك. يا سلام. يقولون تخيل كل واحد أن عندك صندوق تضع فيه شيء ستفتحه في يوم الدين وترى ما فيه. هذه فرصة لنا جميعا أن نبذل كل ما نملك. يا سلام. باقي 10 ثواني سناب، حناخذ سنابات من المشايخ كمان. تفضل. طيب أنا أقول أكيد الواحد كل واحد عنده هم قد يكبر بحسب إعطاء الهم هذا أهمية. أهمية نعم. ولكن أقول ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج بالصدقة بعد الله وتوفيق الله، والله مجربة تصدق وبإذن الله كما تسعد تسعد. يا سلام. سنابة مشايخنا نود يعني في 10 ثواني رسالة أو 20 ثانية بكل بلغته، يعني بودنا ما يحث الناس على التبرع. ربما تشاهدنا مثلا عاملة أو سائق مثلا ربما يتكلم بهذه اللغة فيفهم هذه الرسالة للوقف ويبادر بالتبرع. نبدأ من عندك شيخ محمد فرقان. طيب أنا أقرأ رسالة باللغة الأردنية طبعا. نعم. ينطقونها شبه سكان شبه القارة الهندية. تفضل. تمام ديني بھائیوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ مکتب جالیات روزہ کے وقف نور میں زیادہ سے زیادہ مقدار میں صدقہ زکات اور دین کے خیر اور مال اور بھلائی کے لیے اللہ کی راہ میں پیش کریں، اور انشاءاللہ اس صدقے سے دین کا کام ہوگا، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت ہوگی، غیر مسلموں میں اسلام پھیلایا جائے گا اور پوری دنیا میں اسلام پھیلایا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. تمام لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں صدقہ و خیرات کریں. وقف نور جو مکتب جالیات روضہ کا بہترین مشروع ہے اور پوری عمر کے لیے مرنے کے بعد کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ما شاء الله تبارك الله. ننتقل للشيخ باللغه الرومانيه. تفضل. সম্মানিত ভাই ও বোনেরা সুপ্রিয় বন্ধুরা রওদা ইসলামিক সেন্টারের পক্ষ থেকে ওয়াকফ নূর একটি ওয়াকফ প্রকল্প এই ওয়াকফের আন্ডারে প্রচুর দাওয়াতি কাজ হয় বিভিন্ন সেক্টরে। তো সমস্ত বাংলাভাষী ভাই ও বোনেরা এবং বন্ধুদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি যত দ্রুত সম্ভব আপনার যা যার পক্ষে যা সম্ভব আপনার পকেট থেকে দান করে দান সদকায় জারিয়া
হেল্প করার চেষ্টা করুন দুনিয়া এবং আখিরাতে আপনার কল্যাণ অর্জনের চেষ্টা করুন রব্বুল আলামিন সকলকে সেই তৌফিক দান করুন মাশাআল্লাহ شيخنا اللغه الفلبينيه Maraming naman akong kapatid sa pananampalatayang Islam. Nandito po kami sa Almaz TV. At nais po namin hikayatin po kayo na magbigay ng tulong mula sa inyong kawanggawa sa pamamagitan ng programa na hinihanda ng aming tanggapan, Rawda Islamic Center, Wakfun Nur. Kaya kung sino man sa inyo na gustong tumulong at mag-donate ay welcome po kayo. Masha'Allah. Tayo, Sheikh Shafruddin, bilog al-Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, masyarakat Indonesia yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala, Maktab Da'wah Raudhah sedang membuka Wakaf Nur di mana setiap kita bisa berpartisipasi dalam bersedekah, di mana sedekah ini adalah wakaf dan amal yang paling baik yang bisa kita berikan adalah sedekah jariah. Dan siapa saja bisa berpartisipasi dalam bersedekah ini, sehingga sedikit yang kita berikan insya Allah menjadi tabungan kita di akhirat, menjadi tabungan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran. Syekh Abdul Alim, Masya Allah, عاد انت عندك انجليزي وسويدي. لكن الانجليزي والاريتري يعني ممكن الاريتري نمشي عليها ان شاء الله الاريتري ثم الانجليزي تفضل كان احوات كم ترسل صلى الله عليه وسلم دبلونا هاب تخلك دخاي تصبي سلازي اذا خمس دعم سلي ناي وقف دقبر ودلو النور تبع اللي تسوى عب جاليات الروض هذلو نوخ نكافل كلهنا كنساتا فالنا جزاكم الله خير الانجليزيه brothers and sisters, this is a donation to Jaliyat al-Rawda about the foundation, what they do it for this Noor College. Please give donation to help the da'wah. شكرا لك شيخنا. يعني حقيقة ودنا احنا نختم مع حبيبنا ابراهيم النقيب. بتقول ايش اللغة؟ انا؟ ايوه. دي لغة بيفهموها باللغة الصينية. يلا. تشينغ تشونغ وقف النور. شيك شوك وقف النور يعني ادعم وقف النور دعمك لوقف النور ده هاشتاج باللغه الصينيه تفضل يا شيخ دعمك وقف النور يعطيكم العافيه شكرا لمشايخنا شكرا لزملائي استاذ سامي استاذ سامي شيخ ابراهيم عبد العليم حيقول لنا بس باقي رسالتي انا تفضل قالوا الزملاء يعني كلام جدا جميل وابو عمر ذكرنا انه بالقرارات الملكيه احنا نقول بعد يومين ان شاء الله حتنزل الرواتب سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص تذكر عشان ربنا يطرح لك البركه في هالراتب انك تعطي جزء منه للصدقات وهي يعني مفتاح للبركه ومفتاح لتفريج الكرب وازاله الهموم نسال الله عز وجل ان يبارك في كل اموالكم وانه يعني يعطيكم الف عافيه على ما بادرتم به وشاركتم فيه في اتمام هذا الوقف منذ بدايته وكذلك الاوقاف والشركات التي كانت مع شبكه المجد الفضائيه شكرا لكم وبحول الله تعالى نحن متفائلون وسنكون معكم عبر حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بشبكة المجد وأيضا سفراء الحملة وأصدقاء الحملة في هذه الثلاثة الأيام أننا سنصل إلى أبعد مما وضعناه من هدف إلى يوم الجمعة مساء مستمرة هذه الحملة التحديث إن شاء الله أشوف الشباب حيعطوني إياه لكن حنشوف إن شاء الله في حساباتكم وحسابات الشبكة إحنا حنختم الآن مع حبيبنا إبراهيم النقيب بالنشيد ونقول لكم تصبحون على ألف خير ويعطيكم ألف ألف عافية على طريق النور تمضي بنا القوافل مهما يطول الليل بهدينا نواصل ها هم دعاة الخير كالنور دربنا في الله خطونا في الله دربنا في الله خطونا العزم والإقدام والحق دأبنا العزم والإقدام والحق دأبنا دعوتنا الحياة والدين شرعنا
نور تمضي بنا القوافل مهما يطول الليل بهدينا نواصل ها هم دعاة الخير كالنور كالمشاعل. جزاك الله خير. يعطيك العافية سامي، الله يكرمك يا حبيبي. بارك الله فيكم. النور تمضي بنا القوافل مهما يطول الليل بهدينا نواصل فهم دعاة الخير كالنور كالمشاعل بنصرة الشباب وعزمه الوثام بنصرة الشباب الشباب وعزمه الوثام للطفل والنساء والشيخ في المحراب للطفل والنساء والشيخ في المحراب جميعنا دعاة بشرعة الكريم